صباحكم بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتحضرونا، وبتمنى تكونوا كلكم بصحة منيحة ويكون نهاركم حلو. نهار أحد جديد وصبحية جديدة من برنامج صباح اليوم، رح نترافق فيها سوا مثل كل نهار أحد تنتعرف على ضيوف من كل المجالات ونحكي عن آخر مواضيع الساعة ضمن فقرات عديدة ومتنوعة. وهلأ منبدأ أولى فقراتنا لليوم بحركة المرور مع المعاون أول لقمان نصر الدين. من غرفة عمليات التحكم المروري معنا اليوم المعاون أول لقمان نصر الدين لنعرف أكثر عن وضع الطرقات بلبنان. صباح الخير. صباح النور. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. تفضل. مثل كل أيام الأحد وأيام العطل عم يكون عندنا حركة طبيعية على مداخل العاصمة الثلاثة، حتى بداخل تقاطعات مستديرات إشارات عم تكون الحركة طبيعية وأقل من طبيعية من دون أي عوائق للسير. هذا بالنسبة لحركة السير. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عندنا 7 حوادث نتج عنهم 7 جرحى، بنتمنى لهم الشفاء العاجل. مخالفات سرعه زائد الرادار بلغت 643 مخالفه سرعه زائده. اكيد عبر شاشتكم بنتمنى على السائقين الالتزام بالسرعه المحدده على الطرقات وعدم تجاوزها ووضع حزام الامان وعدم التلهي بالهاتف اثناء القياده المسبب الرئيسي للحوادث. ونحن على تواصل دائم مع المواطنين على الخط الساخن 1720 لاطلاعهم على حركه السير وحاله الطرقات، واكيد بنتمنى عبر شاشتكم السلامه للجميع. شكرا لك المعاون أول لقمان نصر الدين. أما هلأ مشاهدينا فمننتقل لفقرة برج اليوم مع جمانة وهبة. صباح الخير، واليوم 26 سبتمبر 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، تبدو مضطر لمغادرة وظيفتك أو التخلي عنها من بعد ما تأكدت من انعدام فرصك بالتقدم فيها وانعدام الثقة بينك وبين أحد الإداريين في العمل. عاطفيا، عدم رضاك الكامل عن ظروف علاقتك مع الشريك من المحتمل يخليك هيدا الأمر بحالة غضب مستمر معه على أبسط اختلاف بالرأي ما بينك وبينه. مولود برج الثور، عم تشعر بأنه وظيفتك الحالية أصبحت غير مناسبة بالتساوي مع مدخولك الشهري المرتبط فيها، ومن الطبيعي تكره استمرار الوضع على حاله بدون تحقيق أي إنجاز مالي جديد يساعدك على حلحلة أزماتك من خلاله. عاطفيا، عم بتعيش مع شريك عاطفي غير مؤمن باسلوبك المستقل بالتعاطي معه، وكانك ابتديت تتاكد من انه شخصيتك معه ما بتتطابق ابدا مع معتقداته اليوميه. مولود الجوزاء، تبدو جاهز لقبول اي نشاط عمل اضافي ممكن يقربك اكثر من وسائل التواصل الاجتماعي او من اي جهه حكوميه اذا اضطر الامر بهدف تحسين مكاسبك الماليه باي طريقه. عاطفيا، عم تشغل نفسك بقرارات متهوره ممكن تعكس بسلبياتها على مفاهيم علاقتك مع الشريك، ومن المحتمل تنقلك لمطرح ثاني ما بيخطر على بالك ابدا. مولود برج السرطان، ما رح تترك المجال للفراغ المهني يسيطر على حياتك بشكل عام، ويبدو أنك جاهز لأي إجراء ممكن يساعدك على التقليل من مخاطره على وضعك النفسي والمالي سوا. عاطفيا، ما رح تقدر تعيش بدون وجود الشريك بحياتك العاطفية بالرغم من عدم رغبتك بالبقاء معه أو القبول بمفاهيمه الصعبة، ولا يبدو الأمر سهل بالنسبة لك. مولود الأسد، عم بتعيش حالة صدمة مش طبيعية مرتبطة بوضعك المهني والمالي بوقت واحد، وهيدا الأمر متوقف على قرارك الشخصي إما ببقاء الوضع على حاله أو استغلاله بطريقة تخدم مصالحك القادمة. عاطفيا، مجرد التفكير باستخفاف الشريك لمشاعرك وأنانيته بالتعاطي معك رح يخليك تصرف نظر عن تقبل أي مبادرة ممكن تلطف الأجواء بينك وبينه بالوقت الحاضر. مولود العذراء، وضعك المهني رح يجبرك على تخصيص وقت إضافي للتفكير بتنشيط علاقات ومجالات مهنية سابقة قبل حسم الأمر باتجاه وظيفة جديدة. عاطفيا، رغبتك بالتحرر من تجربتك الأخيرة يلي عشتها مع الشريك من المحتمل تفتح لك المجال باتجاه بداية جديدة مدعومة عائليا. مولود الميزان، عم بتفكر بإضافة بعض الأفكار الجديدة على مشاريعك وخططك المهنية قبل البدء بتنفيذها، ومن المحتمل هيدي الخطوة تخفف عنك الضغط النفسي والمالي يلي أصبح مسيطر عليك حاليا، وكمان لربما أنك كمان تحمي حالك من أي خسارة إضافية. عاطفيا، عم تجتهد على إبقاء وضعك العاطفي مع الشريك تحت السيطرة حتى لو حملك مسؤولية المشاكل يلي عم تحصل بيناتكم.
مولود العقرب الفلك عم يتحدث عن وجود خطر مهني عم بيهدد استقرار وظيفتك الحالية أو مكانتك مع نفس الجهة أو المحيط يلي عم تشتغل معه بالوقت الحاضر. عاطفيا يبدو أنه وضعك العاطفي مع الشريك عم بمر بمنحة استبدادي واضح من تصرفاته معك ورح يمنعك حتى من تطوير علاقتك معه بشكل أفضل. مولود القوس عم تجتهد على تحقيق نتائج مهنية أفضل بوقت سريع ومن المحتمل تعكس بإيجابياتها على مردودك المالي وسلامة وضعك النفسي مع أصحاب القرار مباشرة. عاطفيا علاقتك مع الشريك أصبحت بحاجة للتدقيق ببعض الحقائق الثابتة بدل من اعتمادك على التخمينات البعيدة عن واقع مشاعرك معه كليا. مولود الجدي رح تتخلص من مرحلة التعلق الوهمي المرتبط بوظيفتك الحالية والأجواء الفلكية رح تساعدك على استئناف نشاط عمل مع محيط سابق. عاطفيا يبدو أنه شريكك العاطفي عم يعتمد أو عم يتعمد مشاكستك وإحراجك أحيانا بهدف استمرار عملية الأخذ والعطاء المباشر بينك وبينه بدل من ترك الأمور شبه معلقة بيناتكم لوقت أطول. عزيزي مولود برج الدلو عم تسعى لإثبات نفسك وحضورك المهني ضمن إطار محيط عملك الحالي إلى جانب حاجتك لوجود عمل احتياطي يفيدك باللحظة الحاسمة. عاطفيا ما رح ترضى بالتقليل من أهمية وجودك بحياة الشريك أو حتى التقليل من قيمة مشاعرك تجاهه مهما كان حجم الاختلافات بالرأي أو المفاهيم الحياتية ما بينك وبينه. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت، تركيزك الواضح على تحسين حياتك المهنية رح يساعدك على مواجهة الضغط المالي بسهولة والأجواء تبدو مشجعة للبحث عن أي تمويل مالي أو دعم معين. عاطفيا تبدو بحاجة لنوع معين من الحب والاهتمام العاطفي لتطمن أكثر من سلامة استقرارك مع الشريك وتبدو أن وايا عنده مرحبة بهذه الخطوة. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. منشوفكم بحلقة جديدة، اتضلكم بألف خير، باي باي. وهلأ مننتقل لفقرة على الموضة. شانتال أزي بونجور. بونجور، كيفك؟ كتير منيحة. منيحة، ماشي الحال؟ الحمد لله. شو مخبيتي لنا لليوم؟ اليوم مثل ما صرنا هيك جمعتين عم نعمل شوي هيك مثل ما بيقولوا برمه جوله على اللوكات يلي انعملت بكل شيء في مهرجانات حول العالم، اليوم وصلنا على لبنان. صح. على الميركس دور، بس قبل ما نبلش لأنك سبقتيني. ايه. قبل ما نبلش نحكي عن الميركس دور. بس هيك بدي اقول لك شغله صغيره، ما بعرف انا قد ايه محظوظه انا ثاقب انه 26 شهر على الأد نهار حلقتين، يعني انا عم بتطلع على التاريخ عم بشوف ايمتى رح يثاقب عيدك، ثاقب على النهار اللي انا الصبحيه معك فيها. اول شيء بدي اقول لك ينعاد عليك وان شاء الله عقبال ال 100 سنه، ويا ريت هيك بس بهالنهار زينب، ما بدي شيء منك غير هيك تشوفي حالك بعيوننا نحن هيك كيف بنشوفك، لانه فيك اشياء ما بقى منلاقيها بهالايام بالعالم وبتاثر فيها انا كل يوم، يعني قوه شخصيتك وعنادك والطريقه اللي بتحكي فيها قديش ما في شيء انت بكعيك، هو الاشياء انت بلا ما تحسي بحلوا على غيرك كل يوم بس يقطع بتاثري فيهم على غيرك. بقى اليوم هيك بس حبيت اقول لك من كل قلبي ينعاد عليك وعقبال ما بحبك قد الدنيا. وانا كمان بحبك، ميرسي على كل كلمه قلتيها، وانا كثير بنبسط انه يكون في حوالي اصحاب مثلك، لانه نحن مش بس زملاء بالشغل، نحن كمان اصحاب على الصعيد الشخصي، وانتم هيك بتعطوني القوه والثقه وهيك لاقدر انا اكون افضل. ميرسي شانتال، كثير استحيت. اوكي، فينا نكمل ميركس دور. فينا نحكي عن ميركس دور. اوكي. اوكي، اليوم رح نحكي شوي عن فساتين الميركس دور اللي شفناها الجمعة الماضية. اوكي. أنا كان أكثر لوكس كانت بارزة وأخذت ضجة. كان في كثير لوكس كلاسي وإليجنت وحلوة، وفي كثير أشخاص عرفت كيف تلبس وتنسق تيابها، وبذات الوقت كان في اشخاص تحسيها علقت بالثمانينات، يعني راحت بغير زمان من الموضه، مش كثير رح نحكي عنهم اليوم، ما رح نركز عليهم، بفتكر انه نحن شعب مزوي عندنا كثير مصممين ازياء قوية، ما بقى مقبول انه يكون في هيك اغلاط بهيك وقت، رح نحكي شوي عن اللوكيت البارزه اللي كانت بالاشياء. صح، خاصة انه كمان المصممين الازياء اللبنانيه العالميه هن اللي عم بيلبسوا اجمل اطلالات بالخارج، بقى نحن مفروض نكون يمكن مثال. نحن مثال، ما مفروض يكون في غلط، يعني خاصة
انه نحن عن جد عنا كل شيء ليكون اللوك مثالي. صحيح، حنبلش بالصور ونعلق عليهم. رح نبلش اول شيء بماجي بوغسن، اللي كانت فستان لابسه فستان من لابوشوازي نيلي كله شيك. وانا كثير حبيت، بحب شغله فيها لماجي انه بتعرف كيف تحسن حالها على طول. صح. كيف تحلي حالها، بدلك تشوفيها عم تتحلى وعم تصغر. صح، هاي شغله كثير حلوه فيها لانه بتعرف شو بيلبق لها وبتعرف كيف تجمل حالها، ما بتعمل ستيب غلط بهالشغله. صح، منقيه اللون الصح يعني لبشرتها بما انه هي بيضاء. صح. صح، والقصه يلي عطيتها هيك مدى للجسم، وكثير حلو الشعر والميك اب وقفتها. اللون قد ايه لبق لها، شعراتها قد ايه كلاسي، الميك اب الناعم. كثير كثير حبيت قد ايه طالعه مرتبه وما فيك يعني ما في غلط، ما في غلط، يعني اللوك كامل متكامل وعطيها حقها ومبينه كثير حلوه. ومثل ما قلتي عن جد يعني الممثله ماجي بغصن دائما بنحسها انه عم تصغر ودائما بتتحلى على طول، كثير عم تتحلى. صحيح، وبنوجه لها تحيه اكيد. ومن اللوكات اللي كانت كثير حلوه، ثاني لوك عنا اياه لنبيله عواد لابسه فستان من زهير مراد. اوكي، كمان كان فستان كثير حلو، سيلفر فاتح كثير، فيري اليجنت، كثير مرتب. هي بيلبق لها كثير انه شعرها على طول يكون مفلوت لانه عندها هيدا هيك قصه الشعر بتلبق على وجهها. وهي بنت ناعمه كثير وكلاس كثير، يعني شو ما لبسيت بيلبق لها. بتحسي نبيله اصلا جمالها لحاله يعني بيكون مضوي القطعه اللي هي لبستها، يعني منها بحاجه لكثير تعمل شيء قوي او تعمل تبين حلوه. وبعتقد انه ما في غلطه، يعني هالقد سمبل هالقد يعني كلاسي. ما بفتكر شخص بيقدر يروح على الميراك ستار فالت شعره هيك مثل نبيله، بس هي الشخص الوحيد اللي بيقدر يطلع على ايفنت رسمي بهاللوك وهالقد يلبق له من دون ما تعمل افورت. عن جد جمالها ما ضروري تعمل فيه افار زياده. رح ننقل على ثالث لوك لزوجة معتصم النهار لين، اللي كانت لابسه فستان من ذا اور دريس لصادق ماجد، الفستان الابيض. كمان من اللوكات اللي كثير حبيتها لانه كمان حبيت طريقه التنسيق، يعني كثير حبيت شعراتها قد ايه كانوا مناسبين للفستان، الميك اب الناعم بما انه هي جمالها بيلبق له هالنعوميه بالميك اب. وحبيت انه اختارت اللون الابيض كثير لانه بتحسي بيعطي امل بهالفتره، خاصه انه الايفنت كان بوضع وبفتره شوي صعبه على العالم او كان الرساله من وراء انه يكون في نوع من امل. مزبوط. انا صراحه لين هو بتخيل اكثر فستان حبيته بالميراكس دار، حسيت قد ايه هي رايحه على هيدا اللوك السمبل اليوروبيان، بس كثير عطيها هيك تقل وعطيها شياكه. وهون يمكن منقول قد ايه اوقات مش ضروري كثير نلبس يمكن اشياء كثير شك او كثير مشغوله، وفينا نلبس فستان هالقد ناعم ويعطي هاللوك الحلو. الستايلينج كان كثير ناجح كتير. وعن جد شعراتها كثير كانوا لابقين للوك اللي كانت لبسته. كان الستايلينج من ذا اور دريس، بدي اوجه لهم كمان تحيه لانه كان البست دريست لوك. وانا كمان بدي اوجه لهم تحيه لانه دائما بيهتموا كمان باطلالاتنا، بس يكون عنا ايفنت بقى تحيه كثير لذا اور دريس. في عنا الفستان اللي بعده لرحمه رياض اللي كمان لابسه فستان من زهير مراد. هيدا الفستان كثير عمل جدل شانتال على السوشيال ميديا. لانه كان قوي فيه فوليوم، عالم حبت قديش هو هيك قوي ومختلف، وفي عالم نقذت منه. طبيعي شيء بلون قوي هالقد وفيه هالقد فوليوم كبير بتحسي في تناقض بكون على طول بالأزمة. صح، ويمكن لانه هيدا اللون وهيدي التعريقه شانتال ممكن اوقات كثير تنظلم بالصور حسب الضوء حسب الطريقه يلي اخذين فيهم الصوره، يعني تخيل انه يمكن لايف كان عاطي حقه اكثر من الصور انظلم. حتى القماشه يعني انا عم ببرم بالصور عم بتفرج قماشه الفستان كثير حلوه ومنا مبينه بالصور قد ما مضوى الذهبي فيه، مخبى التفاصيل بالقماشه بالعكس من الفساتين اللي كانت كثير حلوه. بس اكيد لانه قوي وفيه كثير فوليوم وبتحس انه صحيح في اشخاص ما كثير حبت اللوك. رح ننقل لللوك اللي بعده، في عنا نادين نجام لبسة كمان فستان زهير مراد من الفول وينتر 21-22 من اخر كولكشن. رايك؟ لك انا شخصيا نادين كثير بحبها
بحب جمالها، بحب حتى شخصيتها، بحسها انه هالشخص اللي هالقد طبيعي دائما، يعني طريقه تعاملها، طريقه حكيها، الاتيتيود تبعها حلوه كلها على بعضها. الفستان ما في شك انه كثير حلو. انا شخصيا بحب كثير نادين بالالوان، يعني انا ما بنسى مره شفت فستان كانت لبسته اخضر قد ايه كانت طالعه الالوان كثير حلوه. ما في شك انه هي كمان من الوجوه يعني من يمكن اجمل النساء وحلوه كثير وهيك حلو الفستان، بس انا حسيته شوي يعني بكبر بالعمر، ما بعرف هيك حسيت. انا في بس ما في شك انه هي حلوه، يعني الفستان اكيد رائع كثير حلو. في شغله واحده بس هيك بعلق عليها، لانه بلاقي انه انا بفضل التركيز يكون على جمالها. هيدا اللي انا قصدي منه، حسيت انه ما كان في لزوم انه تعمل موديل بشعرها. بحسها هي من الاشخاص اللي لو لبست هيك فستان مع سليك لوك بشعرها كان بين جمالها بعد اكثر، لانه ما بحس هي عايزه عجقه. قصدي كانه بلا ما تشقل يمكن لو تركته للشعر ناتشورال. قوه بالفستان كثير، الفستان شك وسيلفر وفي ويفي بالشعر وفي شقله وفي ما في لزوم لها هي شخصيا، ما في لزوم، خاصه انه هي شي بيكت بجمالها، يعني وصلت محل هي من اجمل النساء بلبنان، يعني بتحسي على بالك تشوفيها بشيء جديد. صح. وبتحسي على بالك تشوفيها هيك بالوان قويه بغض النظر الفستان كثير حلو واللوك كثير حلو. بس انا عملك يعني كنت شخص ثاني لابس هذا الفستان كنت قلت لك اجمل. صح. فستان بالميركس بس. صح. لانه نادين بتحسي انه على طول يو هاف تو ريز ذا بار، يعني منا محتاجه لكثره الستايلينج بالاوتفيت اللي هي بتلبسه. صحيح. رح ننقل هلا على ديما اند لفت لبس ثاني فستان من نيكولا جبران، فستان باللون الابيض، وكمان هذا الفستان كثير اخذ ضجه لانه قصه الصدر كانت كثير حلو. حلوه. انا كان عندي هيك حسيت انه ما في لزوم انه يا الكوليه يا الكعب اللي فيه اسود وابيض، حسيت الاثنين هلا يمكن مش مبينهم بالصوره، حسيت الاثنين كثير. شغله ثانيه، انا بحب على طول انه يكون هو هيدا شيء بالستايلينج، يعني مش رايي الشخصي، على طول وقت يكون في شيب قصه بالصدر معينه بتلحقيها بالمجوهرات، وهذا الشيء على طول بنحكي فيه بفساتين الاعراس كمان، اذا عندكم راوند كوت بالقصه بتلبسوا النكلس راوند كوت. نفس الشيء هون، انا حسيت كثير في شارب ادجز على الاوف شولدر، لازم بركي يكون نازل شيء من ال، كان لازم يكون في شيء ادجي اكثر على رقبتها ليترك هيدي الشاربنس اللي بالاوف شولدر. شعرها كثير حلو، كثير اليجنت. إيه. الفستان رائع، كان البست تريس لوكس كمان بالميوركس، ميك اب كثير حلو، كثير حبيت الشعر كيف مشدود وافورتلس من ورا، يعني معمول بطريقه هيك مش كثير مشغول عليها كانه. كثير حلو اللوك، صحيح من الفساتين اللي كثير حلوه. في عنا بوسي شلبي اللي لابسه كمان الفستان الفوشيا. قولي لي رايك. ليك هالزركة. ليك هالزركة كل مرة بتحطيني بمواقف، ليك انه ما بعرف، انا حسيت انه اللون اول شيء كثير كثير قوي، يعني عادة هيك لون انا بروح لفستان كثير سامبل، اذا بدي البس على بالي يكون هالقد اللون قوي. يعني اللون قوي والديتيلز تبع الفوليوم على الايدين قوية، والشعر كمان مشغول بطريقه، يعني هيدي الشقله العربيه مش الشقله، يعني انه ايه ما بعرف. ايه تفضلي. انا حسيت فيك في عجقت الشعر مع الفستان. إيه؟ الفستان فيه شغل حلو، يعني حتى الكورسيه بغض النظر اذا الشخص حبه ولا لا كثير نضيف شغل الفستان، يعني الكورسيه كثير حلوه عليها، بس بدنا ننتبه من العجقه. بس ايه هذا اللي عم بحكي عنه، بس يكون في عجقه بالفستان وبالكشكش وبالفوليوم، وهذا شيء كثير دارج هالسنه. الشعر بده يكون ناعم. الشعر بن هالقد ميدل بن على النص، خاصه انه هي شخص اشقر والميك اب سموكي اسود كثير، يعني بده يكون في محل بدها ترتاح فيه العين. صح. هذا هي يعني بتحضريه، يعني بتشوفي الفستان بتحسي انه في شيء كثير قوي، مش انه اللون كثير حلو. كمان الفستان يمكن مثل ما هو كقصه وكشغل مبين انه كثير حلو وثقيل، بس بذات الوقت هيدي العجقه هيك شوي بتحسيها مأذيه للعين. ايه كان لازم تريح العين بالميك اب وبالشعر، ويمكن كنا نحن قدرنا اكثر انه
نشوف الفستان بطريقه تانية لانه صح. الفستان حلو، انا ما عندي مشكله يكون هيك شيء قوي، خاصه انه شخص مثلها هيك بتعمل ضجه، بتحس انه بتحب مره تشوفها هالحركه بهيك ايفنت وله اشخاص خصوصي، بس انه الستايلينج حسيت فيه كثير. بعد عنا شانتال اربع صور ودقيقتين اوكي، معنا علي بفتكر معنا على الادوات مثل ما بدي. في عنا ناديا الجندي اللي لابسه هاني البحيري، كثير حبيت كتير. أول شيء اسم الله عليها عن جد، يعني إن شاء الله نوصل لعمرها ونكون هالقد يعني فريش وحلوين ومرتبين الشكل هالقد يونغ. قصة الصدر الحلوة على الكتف، في الأوف شولدر، الشعر، الميك اب، ترتيبها، تصرفاتها، عن جد يعني أنا بالنسبة لإلي من كل اللي قطعوا هي أكتر شخص كان كلاسي، وعن جد اسم الله عليها، يعني مش معقول انصدمت أنا بس شفتها. حتى البشرة يعني بتشوف سحبة الإجرين مثل ما هيدا مع القصة، مع شو هالقصة اللي كتير حلوة قصة الكتف، قدي عارفة كل شيء لعمرها ولا يعني مركزها ولا كل شيء، والشك كتير حلو. في عنا دانيالا رحمة اللي كانت طالعة بريترو لوك كمان كتير حلو، كيف عملت ستيل لحالها الريترو لوك مع الفستان لجان لوي ساباجي مع شعراتها والميك اب، كثير حبيت التناسق مع بعضهم، الستايلينج كان كثير حلو، الفستان كان كثير لبق لها صح مع شعرها ولون شعرها وكيف هي عامله هيدا اللوك، يعني الحلو كثير كثير حلو اللوك تبعها. رح نكفي بالصوره اللي بعدها، حبيت كثير انا انه نشوف الممثله إلسي فرناين كيف كانت عن جد كمان اليجنت وكثير حبيتها، يعني كيف ما صوروها ركزت كتافها وقفتها هيك كثير حسيتها كمان كلاسي، وعن جد برافو بتنبسطي بتشوف هالاشخاص اللي كثير شفناهم على الشاشه بالميراكس هالقد مرتبين هالقد عرفوا يلبسوا صح اسامي كبار، يعني بعدهم محافظين على صورتهم حتى مظهرهم الحلو صح. في عندنا هون اروى اللي كانت لابسه فستان من نجا سعاده، الفستان كثير ديجا فيو بس ديجا انه حلو لبق لها، هي ديجريدد كثير درج بالسنين اللي قطعيت هيدي الكوت ستريت كوت فوقها ترند من ورا كمان كثير شفناها وكثير ملبوس كثير اليجنت كثير مرتبه ونظيفه، بس بذات الوقت نظيف الفستان بس بذات الوقت انه كثير منشف قبل ما في شيء جديد. رح نشوف شوي هيك بطريقه سريعه اللوكس الرجاليه اللي كانت لانه أوكي. حتى هن بتحس كان في اغلاط يلا هلا على السريع اوكي على السريع لنا. في عنا المخرج فيليب اسمر اللي انا بالنسبه لإلي كثير بحب اللوك سبار بس مش بالميركس ايه كثير يعني في كان في سنيكرز وتيشيرت بيضه وهيك وانا بحب ما عندي مشكله تروحي على عرس هيك ايه. بس عندي مشكله تستلمي جايزه بهالطريقه، المفروض يكون في لوك اكثر رسمي من هيك، وخاصه انه هو شاب حلو بيلبق له لبس كثير. وسام حنا اللي كان لابس يعني نزلتي فيه اوكي انا بيلبق له يلبس بد يعني انه اوكي بس ظبطت اخر شيء شاب حلو اوكي. في عنا وسام حنا اللي لابس بدلة ساتان خضراء اوكي كفي انت This is وسام انا صراحه شخص ثاني لا ايه وهو هيدا وسام بحسه انه دائما بحب يطلع هيك من الشيء الاعتيادي اللي بنشوفه، يمكن لو حدا ثاني كان اكيد حدا ثاني لا ايه بس هو هيك طالع كله على بعضه كلوك بلبنان، تشوفي حدا عامل هيدا الشيء انا صراحه بغض النظر اذا كلوك او كشيء بحب بس بحسه مهضوم اوريجينال هيك طلع عن الشيء اللي عمل هيك ضجه ايه لعل اكيد انه لو شخص ثاني لبس هيدا الشيء كان رح يكون كثير لوك بينقص، بس لانه وسام لبق له كثير وعمل هيك لوك حلو كمان شاب حلو لما يزع يعني هلا مجبوره تقولي عنه بس كله. المغنيه كمان كان لابس بدله كثير حلوه، الستايلينج كان كثير مرتب بالصوره اللي قطعت اوكي. في عنا زياد برجي ما انا ما بحب هيدا السواد، قد ايه بلبس اسود ايه؟ بدله سوداء على شميس سوداء على بابيون سوداء انا بفضل ما تحكي انت صراحه بهالموضوع يعني لانه اذا هو بس فات على الانستغرام تبعك هيك حب يتصفح رح يقول انه هيك فلع انت على راسه وعيني بس بيجي البابيون السوداء مع الشميز السوداء بس هيك شيء محل يعني يكون لا مهضوم انا حسيت في كثير سواد ومش مبينه اصلا حتى هون. في عنا معتصم النهار قالب غالب يلبس بده اياه ما عنا مشكله شو ما بدك فيك تلبس حتى فيك تجي بالتيشيرت والبدله اللي انتقدناها قبل. في عنا كوساي كوساي اكيد اللي هو كان عم انه عم بيمثل هيك شبهوه بجوني دب وقت لانه طلع هيك بلوك جديد نقذر عالم شوي بس هيدا اكيد كان اللوك الدور اللي هلا هو اخده وحتى يعني
الغريب انه بيلبق له كيف طلع إيه؟ انا منقذته ومنزعجته إيه، حسيت انه بيلبق له لانه هيك تحسيه فنان هو صح. عنده هيدا هو الفن الحقيقي اصلا، يعني بالعكس لازم يكون عم يجي بلوك يمكن هو هلا معتمده بالتصوير ويكسر هيدي القاعده انه نحن دائما هول الاشخاص اللي بنلبس هيدي البدله مع القميص البيضاء شكلها طبيعي. Happy Happy birthday to you. Happy birthday. عبيلة مصير. ميرسي. عايزك نحن وفريق صباح اليوم. ميرسي. يا الله. 100 سنة. لا. بدك أفتح. إن شاء الله هالسنة تكون سنة خير عليك وعلينا وعلى اليوم عاملين قاعدة نحن معك. جايبين درينك. ميرسي كثير عن جد. شو بدي اقول لكم، يعني انا بعتبركم مثل عائلتي سبيشال كثير سبيشال. ميرسي لكم عن جد شانتال معن كيكون ميراي نانسي نضال كاسيني. بعرف انه اكيد بعرف يعني قبل ما بس شفتك فيت عرفت بدي اقول له لنضال كاسيني ميرسي كثير لانه هو يعني ما بعرف شو بيقوله هو اول شيء ما بينسى حدا، ثاني شيء هو بيعرف انا قد ايه يعني لي بحياتي. بنجاح وبجمال وبحب وبفرح. انت حدا بتمثل صورة الحلوة للتلفزيون جديد صباح كل احد بصباح اليوم بترتيبك وتهذيبك وبالمادة اللي بتقدميها وبجمالك وبالرقي اللي بتقدميها على الشاشة. زينة انت بتعرف انا على سعيد الشخص قد تحبك من قلبي من جوا من جوا، وانت من المفضلين عندي بصباح اليوم. بس لازم كل الناس تعرف انه النجاح اللي عم تعمليه انت على تلفزيون جديد هو ثمرة تعبك وجهدك. من فقرة عن موضة كنت قاعدة محل شانتال نزلت سمعت قصص الناس ووجعها بأربع آيات، واليوم انت بتنوري شاشة الجديد كل احد. بتمنى لك اولا ضل منوره هالشاشه لانه بتلبق لك كثير. بتمنى لك كل الحب والفرح والله يخلينا مع بعض. يا الله شو بدي اقول. اول شيء بدي اقول لك انه انا بحبك كثير وانت بالنسبه لي يعني هيدا الشخص اللي فات على حياتي وغير لي حياتي وما في استغني عنك بكل شيء. انت بتعرف انه اللي بيجمعنا مش بس شغل، انت بتدعمني بشغلي وبحياتي وانا بعتبر حالي انه محظوظه انه يكون في شخص مثلك حدي. ميرسي على كل الفرص، ميرسي للتلفزيون الجديد كمان اللي امن فيي وحطني بهيدا المحل، وان شاء الله دائما نكون قد ثقتكم اللي اعطيتوني اياها. ميرسي نضال، بحبك كثير 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 تتخلص الدنيا. وهلا وهلا بريك. يا الله ثانك يو يا الله. نصل لفقرة على الطبيعة مع المهندس الزراعي مع المرعبي. بونجور. مرة تانية وثالثة اليوم. شكرا لك اياها هيك من غير يعني شو بدي اقول لكم؟ بحبكم قد الدنيا عن جد. كنت عم اقول لكم انه انتم مثل عائلتي وانا بجي نهار الاحد كثير مبسوطة لانه بعرف هيدي الوجوه اللي معي اللي صارت هيك بارت من حياتي. بنعشقها بالاستوديو. ايه بنعشقها. ميرسي معا. اليوم معا بدنا نحكي عن العناب. العناب. زراعته وفوائده وكل شيء. شفت الستوري اللي حطيتها انا يوم الاثنين ثلاثة؟ ايه انا بحضر كل الستوريز تبعك. كانت اول مره بحياتي باكل عناب. عن جد؟ ايه ما كنت يعني تخيلي مهندس زراعه عم ياكل عناب لاول مره. اف ليه؟ ما بعرف يمكن انه دائما بالجنينه عندنا ما في ما بنزرعها. اوكي. وين ما بنروح ماما ما بطلبها. اوكي. فصار مثل الكيريوزيتي عندي انه لا لازم اعمل. كيف لقيتها؟ طيبه. كثير طيب. كتير لا طيب. من اطيب الفواكه العناب. ايه بس لقيت انه شو في شو فيها فوائد كمان. شو مروح عليك ايش شكلك. وبس طلعت وقت جبت هلا هي بصراحه اجتنا هديه.
اوكي شي 3 كيلو يعني بنتشكر الشخص اللي بعت له زيت العناب لان قدرنا نعمل الحلقه اليوم 100% قلت عناب حلقه بتعرفي هو اللي بيستوحوا مثلا فكره عناب اوكي فاول شيء العناب هو بينزرع بلبنان بكل المحلات ان كان بالجبل ان كان بالسواحل ان كان باي محلات زراعته سهله زراعته كثير سهله هي شجره فيها شوك وكثير معيشتها هينه بس ولا بد انها بتنضرب كثير يعني بتدود كثير اوكي فهون نحن بنلجا دائما لشوف هلا صوره العناب على الشاشه يمي لو بتلاحظي انه البذره تبعته كثير رفيعه وبتكون لونه اخضر بيتحول مثل للون الخمري واللون البني مثل الزيتون مثل الزيتون 100% هلا صار في كثير نوع الهجين يلي هو اكبر من حبه الزيتون بس تعمل العناب الاصلي اطيب كثير من العناب اللي هلا طالع هجين هلا انت ما امبارح دقته لا ما انا ما شفت انا البحث انا عملت بحث طويل عريض لحتى اطلع لكم بحلقه اليوم هلا صار من شخص مش ضايق العناب لشخص ملم باقل تفاصيل وحياة قال له جبت شجرتين عناب هلا زرعته خي حلو ما عن في العناب الكبير شايفه شي مره انا استغربت يلي هو عم شوف الصور فطلبته هلا تنشوف تندوق خي يعني موسم الجاي عنا هدية ب 26 كيلو عناب اوكي فزراعتها بتناسب بكل الاراضي اللبنانية وبتتحمل شوية ملوحة مش كتير وبالتالي نحن بدنا اياها التربة جيدة الصرف جيدة الصرف للمي يعني كتير حساسة للرطوبة القوية بقلب الارض اوكي يعني لازم نسقيها كتير ما لازم نسقيها بس التربة لازم تكون مصفاية من المي ما كتير بتحفظ مي اوكي شيء ثاني اللي هو انت بتعرفي طعمته كيف اللي هو قريب من التفاح على شوية ما بعرف خليط من ايه هو قريب للتفاح بس تحسه انه يعني لانه يمكن صغير كتير وهيك بتحس انه حتى اذا بتاكل عناب مثلا بتبلش تاكل عناب ما فيك توقف ايه مثل البذر ايه صح مثل البذر فصارت الفكره هون انه وقت العناب انتشر بلبنان انتشر من زمان من دور جدودنا اوكي فاللي هو ما كانت كثير ناس تعرف ترش للعناب خلص ما ضربت الشجره ضربت الشجره بس كثير هي حساسه مثل ما قلنا للذباب اللي بتنضرب فيه فشيء ثاني للعناب هو كثير لازم نحبذ انه ينزرع بمحل كثير مشمس وكثير بيطلع على مثل ضوء وشيء ثاني اللي هو اللي عندهم سكري ما فيهم ياكلوا عناب ايه لانه حلو كثير حلو وهون فينا نحن صناعات العناب يلي هو نحن خلص الموسم بنقدر نجفف العناب لحتى نستفيد منه بالايام اللي جايه عنا فكتير مهمه لثمر العناب هون عم نشوف معنا الصور المجففه للعناب المجفف كتير مهم يلي هو ما عم بيفوت من خاصيته ابدا بس كمان بالتالي السكر بعده بقلب الثمره فنحن هون كمان بنرجع ل مرضى السكري يلي هو انه بليز هو مرضى السكري عامة مع الفواكه شوي يعني مش كتير ما بيقدروا يستفيدوا بس منه بس في شيء اكثر من يعني مثلا العنب المانجو العناب كتير هول حساسين ل كمية السكر اللي فيهم كبيرة او بدنا نضطر انه اللي عندهم اللي خلص ولا بد بدهم ياكلوا قبل ما تتحول مرحلة الثمرة للسكر للفركتوز هون نحن بنقدر ناكل قصدك يعني بس تكون شوي فجأة اوكي يلي هو مثل الاكيديني مثل المانجو المانجو اذا اكلتيها قبل ما تكون بتشك بالطم فما بنحبذ اكلها بس مثل العنب ناس كثير بتاكل حصرم يلي هو خلص انه بدها تاكل العنب قبل ما يستوى الحامض بيكون الحامض شوي مع ملح قبل ما يصير يكسر للحلو بتقدر مرضى السكري تاكل العنب فهون بدنا نطلع هون في عنا كثير فوائد للعناب يعني اذا كترته مضرة جدا مثل كل شيء وهون بدنا نشوف كمان يمكن عرضت لنا المراية الصور يلي هو الصناعات تبعت العناب في ناس عم تعصره وتستفيد منه كمان مثل الدبس الخرنوب مثل العسل الاسود زيت الشيء بيقدر يستعمل بيحتاج كميات كثير كبيره من العناب وتشز نحن يعني بدنا نحط وهلا صارت يعني انا وقت اجتنا ال 3 كيلو صرت عم بسال قد ايه صار الكيلو العناب
كثير غالي. تو ماتش. كثير غالي، العناب من اغلى الفواكه اللي هيدا كان بدي اقول لك ليه ما زال انه الزراعه قليلة. سهله قليلة. بس يمكن ما في كثير زراعه له بلبنان. ما في كثير، لا كان في بسبب مثل ما قلنا انه عم بتدود الشجره كثير، فالناس بتقول انه خلص انه عم يهملوها. ايه بحط شيء ثاني احسن محل، مثل هذا اللي صار نحن عندنا بقلب الجنينه كمان، انه خلص لشو العناب بنزرع شيء ثاني. ايه فلا كثير مهمه، وكترته بتعمل انه اذا كترت كثير كلت 3 4 كيلو على قعدتي وهيدا الخطر فيه. بتعمل عن جد لانه كنت عم اقول لك انه بس بلش تاكل عناب لانه طيب وصغير بتحس انه انت مع انه هو بنصح يعني حتى انه فيه سكر وهيك يعني جداً. بس هيك بتلتهي فيه بتصير كانه انه انت صح. وبتحس حالك انه معنا ما علي عم باكل فواكه عرفت هيدا الحديث انه خلص دايت ايه دايت يعني انه ما تعشيت عم باكل 2 كيلو عناب يعني خطرة. اوكي خطرة. فهون نحن بدنا نشوف العناب ما من انه ما نقول انه نستبدله باي شجره ثانيه، لا مثله مثل الخوخ مثل المشمش مثل اي شجره مثمره بقلب الجنينه نحط عناب لانه عن جد كثير مهمه ونحافظ عليها واذا وننشرها يلي هو انه شتلتها مش كثير غاليه على فكره، هلا اوكي بسبب الاوضاع الراهنه بالبلد ايه نحن اليوم ما بقى فينا نقول عن شيء مش غالي لانه للاسف مقارنه بتقدر من شجره واحده بنقدر نطلع كثير شجر العناب وكثير مفيد. حلو. فهون نحن بنهايه فقرتنا بنقول لكل الناس اللي عندها جنينه حد البيت مثل ما بنزرع الزيتونه الحامضه كمان نزرع العناب. نزرع العناب يعني هو مبدئيا لازم نزرعها بمحل فيه ضوء فيه شمس بتربي جيده الصرف وما بتتطلب منها شرهه جدا للاسمده والمبيدات اللي بتنحط بالارض. اوكي بالدرج بس الاسمده يلي هي بنقدر نحن نحطها هي بتكون بنفيتس يعني هي بتكون مثل زياده يعني زيادة. طب شو الطريقه لنقدر نحافظ على شجره العناب ما نقدر يعني ما نخسرها او انه تنضرب؟ شجره العناب هو اضبط شيء نحن وقت بنقص شجره العناب بترجع بتفرخ محلها ثلاثه. اه اوكي عرفتي؟ فاذا نحن دودت عنا جزء العناب بنحاول نقصه ما انه نقبع الشجره من اساسها لانه بدل الشجره حتعطينا ثلاثه فروخ جداد وتعطينا هون فائض بالانتاج. اوكي اللي هو نحن عنا شجره ممكن تؤدي لا يعني اكتفاء ذاتي بقلب البيت. اكتفاء ذاتي اكتفاء ذاتي بالعناب يعني عن جد. لا انا يعني قد ايه انا كنت هاملها كل هالسنين هلا وقت عرفتها قلت لا انه ليه لا ايه وخاصة انه صارت مثل ما عم نقول انه صار سعر العناب مرتفع نوعا ما يعني مشان هيك اذا هول الاشياء بنزرعهم بالبيت ممكن نخفف علينا كثير امور. مثل ما شفنا هون العناب انه مش انه خلص خلص السيزون تبعه وخلص خلص نحن في عنا تجفيف العناب يلي هو بيقدر نحن نستفيد منه لكثير ايام اللي بعده. تجفيف العناب هون يعني في له كذا عوامل يلي هو لازم نجففه مش تحت اشعه الشمس، لازم نجففه بقلب محل ظل في كرمال ما يفقد من خواصه الغذائيه تبعته. اوكي الشمس كثير بتفقد من خواص الغذائيه تبعت الثمار بدنا نجففها عموما. حلو يعني هيدا العناب اللي بناكلها الفواكه اللي بناكلها بالصيف فينا نرجع نجففها ونستفيد منها كل الشتويه. ميرسي دوق شغله جديده هيدا اللي مع كرمال يكون عندك موضوع كثير حلو كمان الاسبوع المقبل. ميرسي لك مع المرأة. ميرسي ميرسي معا. وهلا مشاهدينا بننتقل لفقره من جوا وبرا. من جوا البرة هيدي الفقرة الأسبوعية يلي بتطل علينا من خلالها دكتور جوانا فرانسيس لتعلمنا كيف ممكن نستفيد من يعني أمور موجودة ببيوتنا لنقدر نعمل كريمات لوجنا ولكتير مناطق نحن بنكون عم نعاني من مشاكل فيها. صباح الخير دكتور جوانا. صباح النور زينة. كيفك اليوم ماشي الحال؟ الحمد لله. أول شيء بدي أعايدك أنا بدي أعيدك عبال مية وإن شاء الله يا رب كل أيامك بتكون سعادة. بدي أقول أنه أنا بعرفك على الصعيد الشخصي وما في كلمة قال عنك نضال غلط، أنت هالقد حلوة من جوا ومن برا. ميرسي جوانا ميرسي. يعني اليوم العالمي أنا أكثر مرة بتستحي بالعالم وثاقة بحظي أنه عيد نهار الأحد. ميرسي لإلك جوانا. انجوي ات. ميرسي اليوم حديثنا زين زنزون عن البيجمنتيشن. أنا حكي عن الموضوع قبل بقع الداكنة اللي عنا إياهم بالوجه صحيح. بس ما حكينا عن
الخلطات الطبيعية اللي فينا نعملها، القصص اللي هيك صغيرة الموجودة بالبيت. هيدا الموضوع دكتور جوانا كتير مهم نحكي فيه، لأنه كلنا منقطع بفترات، خاصة يمكن بعد فصل الصيف منحس أنه الوجه هيك عامل كتير مناطق هيك صح، قد ما نكون عم نهتم فيه، النمش، البقع، الكلف من وراء الشمس مع الحرارة العالية، في حبوب كمان بتحسي أنه بتعلم، لأنه خصوصي مع الشوب والماسك وهيك بصير حتى الحبوب ما بتحسي أنه عن جد بيروحوا كومبليتلي، التعليمات عم بحكي بيتركوا أثر معين بالوجه، يعني بتحسي أنه هون كان في حبة وهيدي أوقات بتكون حمراء بترجع بتصير شوي سودة وبتعلم هيك لفترة طويلة. مزبوط، وبيفكروها أنه هي تاشي، لا هي نحن بنقولها بوست اكني هايبر بيجمنتيشن، يعني كان في اكني وعلق محل بين، يعني ما قدرت، ما عملنا بيلينج اناف، ما عملنا اكسفوليشن اناف انه نقدر تصير وجهنا كله ذات اللون. البقع الداكنه فيها تكون على الخد، فيها تكون على الجبين، فيها تكون فوق حتى الشفه، في كثير بنات بيعانوا بيقولوا لك فوق الشفه هيك كانه لونه اخضر، بيكون في نوع من بقع معينه، هول كلهم بيروحوا. بس المشكل اكيد في قصص بيكون بدها اكثر من انه علاجات طبيعيه وبس كريمات، بيكون بدها ليزر ومايكرو نيدلينج ومازو، بس على القليله المشكل اللي بيوقعوا فيه النساء او الناس اللي الرجال اللي عندهم تاش انه بيستعملوا تريتمون وبعدين خلص، يعني بكفوا حياتهم طبيعي، بيقعدوا بالشمس وكل شيء. هذا الشيء كثير غلط، لانه الناس اللي عندهم بقع ما بحياتهم فيهم يناموا بلا ما يحطوا شيء على وجههم بين ترطيب وبين فيتامين سي وبين تفتيح، على القليله على طول كمينتننس تنحافظ على الريزلتا، لانه بشرتهم هي اصلا بتسحب كثير اذا بدك حراره. أوكي. يعني انت مش ضروري تكوني قاعده بالشمس حتى تعملي كلف بوجهك، فيك تكوني قاعده بوجه الفرن عم تعملي كلف، فيك تعملي كلف، حيلا حراره عاليه بتاثر كمان بتعمل، اذا عم تاخدي مثلا حبوب هرمونات فيك كمان، اذا قعدتي بمحل فيه هب فيك تعملي تاش، فمش بس انه واحد يقعد بالشمس او يكون على البحر او يحرق وجهه، كمان القصص اللي هي نعملها كل يوم يمكن نحن دكتور جوانا بلا ما نعرف قد ايه تاثيرها كبير على وجهنا، يعني الفرن عم بتقولي كل سيدات البيوت يمكن عندهم فتره طويله الصبح بيكونوا عم يطبخوا وعم بيعرضوا وجههم لهيدي الحراره وما بيكونوا عارفين انه هن لازم يمكن كمان هون يحطوا اول ما يوعوا اكرام، حطوا سان سكرين. يعني حتى بتقلك الامراه انه انا بالبيت ليه بدي احط سان سكرين، او انا قاعده ما خص، لو انت عم بتسوقي على الطريق مشوار صغير لازم تكونوا حتى اكرام، لانه البشره كثير خصوصا الناس اللي عندهم تندنسي او ميول انه يكون عندهم بقع بوجههم بتكون بشرتهم كثير بتسحب الحراره وبتسحب يعني بالتالي بتعمل زياده ميلانين بالوجه وبصير عندنا بقع. هلا شو القصص اللي انا حكيت قبل عن القصص الكريمات اللي فينا نستعملها اللي هي التركيبات موجوده بالصيدليات، الايدروكينان، الفيتامين سي، اللي هي فيتامين سي شوي بتجي بخانه يعني بين السيرمز والكريمات وبين القصص الطبيعيه، بس حطيتها بهديك الخانه تبع الفارماسي اكثر زينه، لانه في ناس عم بتحط حامض على وجهها وليمون على وجهها وعم تحرق وجهها، لانه الاسيديتي غير ما بدها تكون مكسوره مزبوط ومحطوط قصص ثانيه تتقدر تروق. يعني ممكن اوقات كثير اشياء طبيعيه نحن بنستعملها بالبيت بنفكر انه هي عم نستفيد منها لازم تكون مكسوره مع شيء ثاني لنقدر نعملها، مش هيك حيلا شيء بالبيت بنحطه ديركت على وجهنا. مثلا بعرف انا انه الحامض فيه بقلبه فيتامين سي دغري يلا بقص حامضه وبحطها على وجهي، لا هذا الشيء غلط، لازم بدك تكسريه مثلا بنوع زيت معين كرمال البي اش تبعه يصير منيح تيقدر ما يحرق الجلد، مشان هيك هول القصص انا ما كثير بشجع انه ينعملوا بالبيت غير ما يكون يعني ضمن خلطه معينه يمكن معطوها ضمن قصص معينه، وعلى طول على طول ينعمل تيست، انا على طول بقول انه لازم ينعمل فحص شو ما عملنا شيء طبيعي انه ينعمل على بارتي من الرقبه او بارتي هيك صغيره تنشوف البشره كيف رح تتفاعل معه
قبل ما نحطه على كل وجهنا ومعقول يعمل حساسيه. هون بدي اسالك دكتور جوانا بس عن الالوفيرا، لانه هيدي اذا بدنا نقول النبته اللي كثير من السيدات بتكون موجوده عندهم بالبيت، هل بيسوى انه نحطها مثل ما هي مثلا على وجهنا؟ بنشوف اوقات فيديوز على انستغرام عم بقصوها بالنص وعم بشيلوا الماده اللي موجوده وعم يستعملوها، هل منيح انه نستعملها ديركت او لا كمان لازم؟ المشكل بورقه الالوفيرا انه هي من جوا فيها الليكيد الجل اذا بدك اللي هو كثير سحري وفي بقلبه فيتامينات يستعمل للحرق للسكار للاكنه للترطيب شو ما بدك فيك تستعمليه عن جد. بس المشكل انه على الاطراف تبع الورقه في ليكيد مثل لونه اصفر، هيدا الليكيد لونه اصفر اذا بتحطيه على بشرتك بيعمل لك اريتيشن بيعمل لك حساسيه، مشان هيك كثير مهم انه ينحط مثلا اذا قصينا جزء على الالوفيرا وحطيناه فينا نحطه بالفريزر فينا نحطه بالبراد، بس على القليله بجمد الجل اللي من جوا هيك بس نقص نحن ورقه الالوفيرا من فوق ومن تحت ما بيعود يبقى ليكيد اصفر ينخلط بقلب الجل وبالتالي ما بيعود يعمل حساسيه وإريتيشن. بس أوكي. أكيد يعني خصوص العالم اللي عنده حساسية وخصوص بس أكيد أنه على طول حطوا كمية قليلة إذا ما عملتوا حساسية فيكم تزيدوا. أكيد أنا على طول هالستراتيجية بستعملها كرمال ما يصير في مشاكل. أوكي عندك شيء خلطة هيك أو شيء بدك تعطينا إياه دكتور جوانا قبل ما نختم؟ أول شيء بدي أعطي عنه فيك تستعملي عقدة صفرة، مين ما عنده عقدة صفرة بالبيت عندك عقدة صفرة بدي نص ملعقة من العقدة الصفرة نص ملعقة صغيرة. أنا بقي عندي حليب اللوز almond milk so فيكم تستعملوا coconut milk حليب جوز الهند أو حليب اللوز أو حليب العادي إذا مش متواجد. بس أنا بفضل لأنه هيدا فيه بقلبه كتير فيتامينات كمان بيفتح بيساعد بالعملية. وبدي زيد آخر شيء 3 ملاعق صغار من البيكنج سودا بخلطهم بخلطهم كتير منيح بسرعة بيعملوا تقريبا مثل معجونة. بجرب رفعها قد ما فيه وحطها على كل وجهي او على المحل اللي انا بدي افتح، يعني حتى الاندر ارمز فيك تحطيها اذا محل بعبالك تفتحي، بتتركيها تقريبا 10 دقائق وبترجعي بتشيليها وبتغسليها وبتحطي اهم شيء مرطب لانه البيكنج سودا معقول نتفه تحسه يعملكم نتفه هيك يقشر يمكن شوي الوجه يقشر شوي، مش هيك كثير مهم انه تحطوا مرتب. سريعة بس هيك صغيرة إذا معي بعد وقت بس بدي أقول إنه العرق السوس كمان كتير بيفيد التاش. فيكم تروحوا عند أي عطار بتجيبوا 5 عروق سوس بتغلوهم بتكون يبردوا شوي لمدة 10 دقايق ترجعوا فيكم تستعملوه للسيروم لمدة 10 أيام كل يوم فيكم تحطوا المساء نقطتين 5 دروبس 5 نقط من العرق السوس وفيكم تحطوه على وجهكم عن جد كثير بفتح. بس بليز انتبهوا على الأشعة الشمس ورطبوا وجهكم ضروري، هيدي عن جد من أهم القصص اللي لازم تكون كرمال نوصل لبشرة كلها ذات اللون. ويمكن هولي دكتور جوانا من الأفضل أنه نعملهم مساءً كرمال ونحط المرطب وننام هيك بنكون معرضنا وجهنا لساعات معينه 8 ساعات بتعطي مجال 8 ساعات للبشره انه تقدر ترتاح وتقدر تجدد نفسها. صحيح. مش بدي اقول لك دكتور جوانا يعني دائما انا كثير بحب فقرتك وبحب المعلومات اللي بتعطينا اياها لانه عن جد هي معلومات مفيده كثير، ومع الوضع الاقتصادي الصعب اليوم يعني ما عم نقدر كثير انه نحصل على الكريمات اللي سعرها نوعا ما مرتفع بالصيدليات اذا هيدي اذا وجدت يعني، فبدي اشكرك دائما على كل هالخلطات السريعه والمهمه اللي بتعطينا اياها وبشوفك ان الله رد الاسبوع المقبل. اما هلا مشاهدينا فمننتقل لفقره اسمع مني. بفقرة اسمع مني لليوم معي دكتور جوال زعيتر. صباح الخير دكتور جوال، اشتقنا لك. هابي بيرثدي. ميرسي، ثانك يو. انت منيحة؟ انا كمان اشتقت لكم، الحمد لله منيحة. اليوم دكتور جوال نقيتي موضوع كثير مهم هو الامراض الجسدية النفسية. اذا بقى نعرفها شوي بالاول، هي الاشياء اللي نحن بنحس عوارضها علينا جسدياً بس هي السبب الاساسي تبعها بيكون نفسي. موضوع عن جد كثير مهم، تفضلي.
أول شيء الأمراض النفسية الجسدية مثل ما ذكرتي هلأ زينة، هي بتكون أمراض أو عوارض بيكون بحس فيها الإنسان، عارض أو أكثر من عارض، بيكون يعني العوارض طبعا بتكون ظاهرة جسدية أو حتى بتكون مش مبينة بس بيكون منشأة نفسي. كيف بتجي هيدي العوارض؟ أول شيء مثل ما بنعرف أي شخص بتوجعه بطنه، بيجعه راسه، بهر شعره، بيطلع له أشياء على جلدته، بيروح عند الحكيم المختص اللي بيكون مختص بالشيء اللي عم يوجعه، بيعمل الفحوصات اللازمة، بيروح بيعمل MRI اكس رايز وكل هالأمور التانية على مدى كتير طويل، بيرجع بيفشل بأنه يعمل دياغنوسيس أو يشخص هالحالة أو هيدا المرض اللي هو عم يقطع. مزبوط. من بعدها بصير أو بيهمل الموضوع، لأنه هي بتكون يا بتكون دايمة يعني دايما بضل عم يتوجع، يا بتكون ظرفية يعني بيكون صار في انسيدنت أو حادثة معينة خلت أنه يصير عنده هيدا الألم. يعني بتكون ضمن مرحلة معينة يمكن الشخص قاطع فيها بستريس أو بمشاكل نفسية معينة، ويمكن الشخص ما بيعرف انه هو يعني اوقات كثير بتزعلي او في شيء بيأثر عليك بس انت ما بتعرفي انه تأثيره ممكن يكمل، ممكن يدوم حياة، ممكن يدوم سنين عن جد، والشخص ما بيكون بيعرف تأثيره قد ايه ممكن يأثر عليه هالقد ويخليه ما يكون عم بيقوم بمهامه اليومية بشكل مزبوط وحياته ما تكون صح مثل ما هو بيتمنى. ودكتور جوال هون بدي اقول شغله انه نحن بلبنان كثير مرقنا باشياء صعبه، صح يعني من أحداث اقتصادية لا انفجار 4 آب اللي هو يمكن هيدا النهار المشؤوم اللي بعده لليوم، كل اللبنانية عم بيعانوا من تأثيراته السلبية والنفسية عليهم. قد ما يبعد الوقت الجرح بعده كتير كبير، وخاصة الأشخاص اللي انوجدت بهالمكان بعدها لليوم عم بتعاني من تروما، الولاد الأهالي يمكن يشفوا من الجروح يمكن الجسدية الظاهرة، بس الأشياء النفسية يمكن تضلها مدى الحياة، غير أكيد الأشخاص اللي فقدوا ناس بحبون وأفراد من أعيالهم، بس كمان حتى اللي تواجدوا مثل ما قلت هلأ هيدا الصدمة أو كل ما يمكن يرجعوا يشوفوا مشهد أو يرجعوا يتذكروا هيدا النهار بتأثر على حياتهم. حنشوف هلأ طبعاً صور عم يقطعوا قدامنا دكتور جوال، حنقطعهم وحنحكي شوية عن أنا وياك. اوكي سو هون اول شيء كنا عم نقول انه ممكن الامراض النفسيه الجسديه هي تكون مثل ما قلت مرض او عده امراض بيكون بسبب حادثه معينه حصلت. هلا ممكن تكون تتشخص من كثير امور ثانيه، عن جد الاشخاص ما بيكونوا هالقد يمكن عندهم اطلاع عليها او حتى يتوقعوا انه يكون سببها نفسي منهم. منبلش من فوق، منبلش من هر الشعر، من المايجرين. اوقات الناس بياخذوا كثير لما يجيهم مايجرين اتاكس، وجع الراس اللي بيكون كثير قوي. طب ليه ما بضل اوقات يعني بشكل متواصل، اوقات بيجي فجاه. في حتى مثلا حتى الصوت اوقات ممكن يروح، يعني بيكون صوته بيصير واطي. اوقات يكون عندهم ضربات قلب سريعه، ارتفاع بضغط الدم، ممكن يكون في حتى بيطلع البسورياسيس او الصدفيه او الاكزيما على الجلد. ممكن يكون عندهم كمان اثبتت الدراسات قد ايه في لينك كثير كبير بين الاكتئاب والقلق وبين الاي بي اس او الاريتبل باول سيندروم اللي هو القولون العصبي. يعني قد ايه لما يكون في عندنا الاكتئاب والقلق ممكن يكون يخلي الانسان عندهم هيدا اللي بيقول مصران غليظ. سو كمان قد ايه الجهاز الهضمي كثير بيتاثر بشكل مباشر بالحاله النفسيه. كمان بنذكر حتى العقم، الشلل، في كتير شلل بيكون تامبورير يعني ممكن يكون كمان منشأه النفسي. سو هون الأشخاص بيكون ما عندهم بيروحوا بيعملوا كل هيدا الفحوصات وبيطلع بالأخير أنه ما عم بيصحوا من هيدا الشيء، أو بياخدوا الأدوية بس ما عم تعالج المشكلة الأساسية. ليه؟ لأنه الحل 50% من الحل هو تعريف المشكلة. لما نحن ونس عرفنا المشكلة وعرفنا شو هي، الحل صار هين لأنه إحنا عرفناها. بس إذا هي المشكلة ما عم نقدر نلاقي شو سببها يعني نعرفها، رح نضلنا نسأل كذا حدا وما تعالج بالأخير. هون يمكن دكتور جوال أهمية الثقافة النفسية، لأنه نحن عنا كمان بلبنان شوي خوف من الطبيب النفسي أو المعالج، أنه دايما منقول مثلا لا أنا ليه بدي روح عند معالج نفسي، أنا ليه بدي روح عند طبيب نفسي، أنا ما بني شيء. نحن بمجتمع عنده تابو بهيدا الموضوع،
برا اكيد مش هيك. بس هون ما حدا بيقول انا رحت عند بسيكولوج او بسيكياتر، هو من بين الفرق بيناتهم. الطبيب النفسي هو اللي بيوصف دواء اللي بنزوره مره، والمعالج النفسي هو اللي بيتابع معنا. فطبعا يعني بعدنا عايشين بمطرح انه اكيد ما حنقول انه انا بروح عند حدا او حتى ننصح هالشخص اللي قدامنا، لانه حيحس كانه شيء اوفنسيف او كانه ايه يعني بقول لك لا لي انا شو بني شو انا خوطه. لا انه ما خص، هو مش ضروري الشخص يكون، بالعكس كلنا بحاجه انه يكون في معالج نفسي عم بتابعنا عم نحكي نحن وياه، لانه هو كمان ممكن يربط اشياء من طفوله، ممكن يربط اشياء نحن ما منتبهين لاوقات كثير ومفكرين انه ما عندها تاثير. اول شيء بتاثر على نفسيتنا وبترجع بتنقلها لمرض جسدي. حتى فرويد اللي هو البير دو لا بسيكاناليز او مؤسس مدرسه التحليل النفسي، اللي هو طلع بهيدي باهميه العلاج النفسي باواخر القرن ال19 باول القرن العشرين، كان عم بيقول قد ايه انه مثل بتكون الصراعات الداخليه هي مثل او العوارض الجسديه هي بتكون هدنه للصراعات الداخليه اللي بيكون عم يعيشها الانسان. يعني مثل كانه تحذير، لما يطلع عارض عليك انت بتكون عندك صراعات بجواتك، هيدا بتكون مثل هدنه عم بتفرجيك او حتى انت مثل انذار، يعني عم بتأنذرك انه انت في مشكله هون. صح. سو هون كمان لازم نعرف انه مش غلط اذا نحن لجأنا للمعالج النفسي او حدا، اذا حدا حظه حلو فعلا انه حدا يقول له انه يمكن انت ما يكون هيدا السبب هو جسدي وانه انت يمكن عندك شيء نفسي، فهو ما راح يكون بيعرف هيدا الانسيدنت. كل ما ترجع تتكرر مثلا اكزامبل 4 اب، لما نرجع نشوف نتذكر سيره 4 اب او مثلا الوضع الاقتصادي، يمكن في ناس هلا حنحكي عنهم من وراء الوضع الاقتصادي شو عم بيصير هلا بالشعب اللبناني، لانه هيدي نحن ضحيه، هيدي ظاهره نحن عم نكون ضحيه لها من بمجتمعنا اليوم، هن العوارض اللي نحن عم نعيشها كل حدا منا. اذا بتسالي يعني من بين 12 شخص من كل 100 شخص عم بيكون عنده عوارض نفسيه جسديه، هو بيكون بيجهلها. يمكن كمان دكتور جوال هيدي النقله السريعه، يعني تكوني انت بوضع فجاه تحطي بوضع تصيري بوضع ثاني مختلف كليا، كل شيء يعني على كل اللبنانيه تغير كل شيء، هيدي نوع من صدمه نفسيه، يعني ممكن من وراها يصير في عنا كثير امراض جسديه. يعني اوقات مثلا الام هلا اللي ما عم تقدر تفسر لاولادها شو عم بيصير، او اللي بتكون عتلانه هم اولادها كيف حيفوتوا على المدرسه، او مثل ما قلنا قبل اذا غيرت لهم مدرسه، لما يكون مش عارفين كيف بدهم يعبوا بنزين او يامنوا قوت يومهم، بس يمكن في بعض الاشخاص يمكن حتى يفكروا بالاجارات، بالتكاليف اللي لازم يدفعوها، بالمصاريف اللي عليهم، بالامراض، بالكهرباء، يعني بأدنى الاشياء اللي نحن عن جد لازم نكون يمكن مريحين راسنا منها. هو الستريس دائما، يمكن ناس خسروا شغلهم، في ناس حتى يمكن بالشغل البوس تبعهم يمكن حتى مش مريحهم، فمجرد تواجدهم بمكان العمل او مجرد ما انه هذا الاشخاص خسروا عملهم مثلا او مثل القصص اللي ذكرناهم قبل، هو اللي راح يخلوا انه الانسان كل ما يرجع يتذكر هذا الشغل او هو مجرد ما هو عايش فيها راح تاثر عليه، لانه هو عم بيعبي. وهالتراكم الكمي عاده يعني بيكون في كوانتيتاتيف اكيوميليشن، لما توصل للماكسيموم او لو الذروه تبعها بدها تتحول، هالتراكم الكمي راح يتحول ل يعني اشياء مثل كانه تغير كواليتيتيف، يعني أوكي. مثل نوعي، تغير نوعي بيكون كواليتيتيف ترانسفورميشن. سو بيصير يعني مثل هل عم نكدس شيء عم نتراكم بده يتحول لشيء نوعي اللي هو المرض اللي عم نحن عم نعيشه عم بيصير معنا. شو الحل دكتور جوال؟ يعني نحن اليوم شو لازم نعرف يعني نعمل لنقول انه انا اليوم بدي بلش علاجي النفسي الجسدي؟ نفسي الجسدي، اول شيء جسدي هو دغري رح نلجأ له، لأن احنا عم يجعنا شيء حنروح عند الطبيب. صحيح. ما رح ناخد كل العلاجات، ما رح يمشي الحال، رح نرجع نقول انه لا في شيء اعمق من انه هو بس مجرد شيء ظاهر او عم نحس فيه. رح اذا حظه حلو مثل ما قلنا قبل شوي حدا رح يلفت له نظره لاهميه العلاج النفسي، رح يلجا لمعالج نفسي. هون دور المعالج النفسي بانه بالسايكوسوماتيك ميديسن او انه يرجع معه كمان بالعلاج النفسي ل
لحياة إذا بدنا لحياة كاملة. لاستحضار الماضي وللحاضر، يعني لكل شيء مدفون باللاوعي تبعه ويجيبه على العقل الواعي. يمكن أشياء تكون صايرة معه بعمر السنتين وثلاثة وأربع سنين. في أوقات منلاقي في مثلا فينا كيسز هيك بسيطين نقولهم، يمكن الناس يرجعوا يعملوا لهم مثل يعني يعتبروا حالهم أنه هن يمكن يكونوا صايرين معهم، يعملوا لهم يعني بروجكشن، يرجعوا يعيدوه يعني كأنه يعيدوا أحياء هيدي الفترة اللي قطعت بحياة الشخص. أوكي، سو مثلا في أوقات يعني في بنت مثلا مرة كانت عمرها أربع سنين صار عندها فجأة شلل، بطلت تقدر تقوم تمشي. فهون أخذوها على المستشفى وعملوا لها كل الفحوصات، بالأخير بتطلع بسبب طلاق أهلها هيدي البنت بطلت تقدر تقوم تمشي لأنه أمها بطلت موجودة معها. ونس الأم إجت على المستشفى وهي شافت أمها رجعت قدرت قامت تمشي. ليك قدي ممكن حتى أشياء يكونوا بأسروا على طفل على طفل وعلى ما بيكون قادر يعبر. أوقات منلاقي أشخاص عندهم بسورياسيس أو صدفية اللي هي أول أمراض النفسية الجسدية، أو حتى الربو أو كل هالأمور التانية. يعني الربو هو لأنه الشخص بيكون عنده قلق فبيكون بصير يبطل يقدر يتنفس أو يعبر. البسورياسيس الصدفية كمان بياخدوا لها كتير أدوية، بس هون بيكون الشخص ما عم يقدر يعبر ويحكي فالحكي تبعه بينكتب على الجلد، هيك منفسرها بعلم النفس. دكتور جوال، هل ممكن مثلا نحن اليوم بس نتعالج نفسيا هيدا المرض أو التشخيص الجسدي يروح أو يخف؟ صح، إذا ضلينا ما عارفين السبب ورجعنا معه مثل ما قلنا بالعلاج النفسي للماضي واستحضرنا كل شيء هو عايشه ولقطنا هاللغز، لأنه هو لغز، إذا لقطنا هاللغز هو ممكن دغري يشفى، ممكن دغري ما بقى يحس بهالعوارض اللي هو عايشها. وإذا لقى أكيد رح يضل عم تتكرر كل ما تكررت الحادثة أو استرجعها، وممكن يشفى أكيد دغري. يعني هوني مع علاج مكثف أكيد وعم يعني يحكي يطلع كل شيء هو دافنه جوا على مدى سنين يطلعه لبرا. يعني هوني منفهم قدي دكتور جوال أهمية اليوم يمكن الحوار حتى بالبيت بين مزبوط. الأهل بين الزوجين بين الأصحاب، ممكن أنت تخلصي حياة إنسان عم بيعاني من مشاكل كتير كبيرة. ولازم بعتقد أنه اليوم نحن من خلالك ومن خلال هيدي الفقرة نوعي الناس على أهمية التواصل وقت يكون في زعل وحزن، وعلى أهمية اللجوء والتعبير وأهمية اللجوء لا طبيب نفسي بالأول ولا معالج نفسي ليقدر يكمل هيدا الطريق. يعني اليوم نصيحتك دكتور جوال يمكن لكل بيت عم بيعاني من للأسف، يعني اليوم اللبنانية ما فينا نقول كل بيت لأنه لكل بيت أو أنه تقريبا مين عم بيعاني، لأنه كلنا صرنا اليوم بحالة نفسية صعبة، حتى منتلاقى ببعضنا منشكي لبعضنا، ويمكن تكاليف شوي كمان اليوم العلاج النفسي صعب، يعني نعرف كمان أنه ارتفع. شو ممكن شيء أولي هيك يقوموا فيه الأم البي بالبيت ليقدروا هيك يخففوا شوي عن حالهم؟ مثل ما قلنا هلأ هو التعبير. دايما الشخص أوقات بيقول أنا ما بدي أحكي ما بدي أعبر لما زيد العبء والضغط على الشخص الثاني، بس هذا الشيء ممكن دايما ممكن ينعكس سلبا على صحته ويكون ردة فعله حتى تكون بعدين أكبر بكتير. فطبعا هو التعبير والتواصل مثل ما قلنا هلأ الكوميونيكيشن هو أهم شيء، وما يقلل أبدا من أهمية العلاج النفسي أو اللجوء لمعالج نفسي يقول له شو عم بيصير معه. صحيح. لأنه ممكن بجلسة واحدة حتى يكتشف هالأشياء اللي صارت معه ويقدر يتخلص يمكن من كتير أوجاع جسدية ما عم يعرف شو سببها. دكتور جوال زعيتر أنا بدي أتشكرك لأنه أنت كمان اليوم دايما أسبوعيا بإطلالتك بتقدر تعطينا هيك نصائح نستفيد منها بالحياة، ويمكن نلفت نظر كتير من الأشخاص لأمور عم يقطعوا فيها. شكرا لك وشوفك على رد بحلقات لاحقة. أما هلا مشاهدينا فمننتقل إلا فقرة شبابيك. بفقرة شبابيك لليوم معي الزميلة الإعلامية والشاعرة لوركاس بيتي عبر زوم للأسف لأنه بعرف أنه هيك شوي تعبانة اليوم. صباح الخير لوركا. صباح النور زينة. سلامة قلبك، يعني شو بدي أقولك اليوم فقدتلك. الله يسلمك. ولا أنا بحب دايما كمان يكون معك هيك وجه بوجه متفاعل أكتر وأقرب، بس بتعرفي يعني أوقات بيصير أمور مفاجأة بالحياة وطوارئ. أكيد. بس ما منغيب عن الشاشة، منضلنا طول الوقت نحاول نستغل الوقت
طبعا طبعا احنا ما بنستغني عنك يعني بقى، ما فينا نكون لو غبتي عنا هيك جسديا بالاستديو، موجوده معنا عبر زوم اليوم لنكمل موضوعنا لوركا يلي بلشنا فيه الاسبوع الماضي عن الغزل، وصلنا كنا لنحكي عن العصر الحديث وتطور الغزل. اليوم رح نكمل هيدا الموضوع سوا، تفضلي. كنا لكن مثل ما قلت زينة بلشنا بالحلقة اللي قبل سابقة عن الموضوع الغزل بالشعر العربي وكيف تطور هذا الغزل أو هذا النوع من الشعر، كيف تطور مع تطور المجتمع. فبلشنا بالعصر الجاهلي وانتقلنا منه إلى العصر الإسلامي ومنه إلى العصر الأموي العباسي، وما ساعنا الوقت أكيد لأنه موضوع كتير واسع يعني متشعب، وكتير شعراء تمرسوا بكتابة الشعر وكتبوا قصائد حفظناها. فأنا يعني كمان سمعت شوية تعليقات حول أنه كان كتير سريع وفي ناس ما حكيت عنهم وفي قصائد ما قلتيها صح معكم حق. أنا مبسوطة أول شيء أنه في حدا عم بتابع على قد بالتفاصيل. ثاني شيء أنا بدي أقول أنه هذه فقرة سريعة، يعني إحنا عم نحاول نعمل عناوين عريضة لمواضيعنا وبعدين نبقى منفوت بكل شاعر بحلقة خاصة بقصيدة خاصة منحللها منفوت بتفاصيلها. فهيك حبيت بس نوه بهذا الموضوع لحتى ما أكون عم بظلم حدا أو في ناس ما عم ضوي عليهم لأنه ما بيكون مقصود هذا الشيء. لا أكيد، ونحن أسبوعيا يعني الفقرة شبابيك هي فقرة أسبوعية حنكون عم نواكب فيها كل الشعراء والكتاب وأهم يعني القصص اللي قطعوا بلبنان وبالدول العربية طبعا. مزبوط. فاليوم زينة حبيبة قلبي اليوم رح نحكي عن الغزل بالشعر الحديث أو منسميه الشعر المعاصر، وهو الشعر اللي كتب فينا نقول يعني إذا شو يعني شعر معاصر أو حديث، هو الشعر اللي كتب بعد النهضة العربية، يعني بعد حركة التنوير العربية اللي صارت حركة فكرية وحركة ثقافية واجتماعية تنويرية بدأت بمصر وبلبنان وامتدت لا تشمل عدة عواصم منها دمشق ومنها بغداد وإلى آخره، هذا شيء بالقرن التاسع عشر. فهيدا الشعر اللي انكتب بهيدي المرحلة منسميه الشعر الحديث. هذا الشعر الحديث اختلف عن الشعر القديم أو الشعر التقليدي بأول شيء مضامينه، أساليبه، شكله، بنيته الفنية وبنيته الموسيقية وموضوعاته على الأكيد وأنواعه، لأنه مع تغير هذا العصر والبيئة وهموم الناس وقضايا الناس وطريقة عيشهم وكيف جسدوا أفكارهم وهواجسهم كيف جسدوها بالفنون، طبعا تغير طريقة هذا التجسيد وكيف التجسيد وكيف وصل إلينا. اتفقنا؟ اتفقنا. فإذا جاءت هذه اللغة، خلينا نحط سايلنت التليفون، جاءت هذه اللغة لغة سهلة، لغة الشعر بالعصر الحديث اجت سهلة اسهل من اللغة بالعصر القديم وبالعصر الكلاسيكي والعمودي. هون عم نحكي لغويا نعم. الكلمات اسهل، يعني صرنا بطلنا نشوف كلمات صعبة نحن علينا، بدنا نرجع للسان العرب لنقعد نعرف شو قصد الشاعر وشو معناها ونعربها لنعرف شو المقصود. صارت لغة الكلمات أسهل، خفيفة على اللفظ وخفيفة بالمعنى مع المحافظة على أسس القصيدة أصلاً العربية. نعم. يعني القصيدة العربية عندها ركيزة وأسس مع المحافظة عليها، ولكن تغير شكلها مثل الموضة. كيف الموضة زينا؟ الفستان، الشكل، الحواجب، الشعر ما بتغير مع العصور. صح، كل شيء بتحسيه بضل الأساس موجود بس تحسي دايما أنه في شيء عم يتجدد. صحيح، مزبوط. فهيدي الشعر الحديث أدخلت صور جديدة، ازدادت العواطف، الوجدانيات، عم نحكي بالغزل، ابتعد عن الألفاظ الغريبة بالنسبة لنا، يمكن ربما كانت قريبة بالنسبة للشعر للناس اللي عايشين بعصرهم. نعم. كانت مثل ما هلأ نحن عم نحكي لغة بسيطة، بس بالنسبة لنا صارت إذا نقرأ قصيدة قديمة أو كلاسيكية أو عمودية صرنا نشوفها صعبة ونحاول نحللها ونرجع للتفسير تبعها. فأيضا كمان خفتت، يعني خفت الأغراض الشعرية اللي كانت قبل سائدة، اللي هي الهجاء، الفخر، الرثاء، المديح،
الوقوف على الأطلال مثل ما قلنا بالشعر الجاهلي، كل هولي الغزل الغلماني مثلا بالغلمان كلهم هولي خفوا وراحوا حتى، والوقوف على الأطلال. ف يعني تحددت المواضيع، تحددت أثرت بما يحدث في هذا الزمن. بالنسبة للغزل زينة، بقيت المرأة طبعا هي الشغل الشاغل للشعراء. هلا هيدي اللوحة بس للشعراء، بس للشعراء لكل شيء لكل الرجال. هلا هي المرأة منا كائن قليل كمان، يعني لازم تعمل هذه الإشكاليات. صحيح صح. فبقيت المرأة على الدوام الشغل الشاغل للشعراء على مر هذه العصور وصولا إلى عصرنا الحديث. حضرت بوجدانهم بأشعارهم، هي الحبيبة، هي الأخت، هي الرفيقة، هي الزوجة، هي العشيقة والمعشوقة اللي من أجلها يبذل الغالي والرخيص. والكثير من الشعراء كرسوا شعر وقضاياهم من أجل هذه المرأة، من أجل عواطفها، تعاطفوا معها، حملوا همومها بشعر. هلأ قديش عطوها حقها إذا المرأة موافقة أصلاً على صورتها بالشعر العربي، أو كيف تغزلوا فيها، أو كيف مدحوها، هذا موضوع آخر. نبقى هون بدنا نسألك لإلك. أنا بالنسبة لي في بعض الشعراء ما بحب أكون أنا المرأة اللي وصفوها، يعني هلأ خلال الحديث على فكرة حعلق على هالموضوع. أوكي. بس كمان يجدر الإشارة زينة لأنه المرأة إذا بتقريها بقصيدة الشعر القديم كأنها كائن مختلف عن المرأة في القصيدة في الشعر الحديث، يعني كأنهم كائنين مش هن ذاتهم. ليه؟ هل لأنه النظرة هي يعني نظرة المجتمع تغيرت، هيدا الشيء بأثر كمان على الشعرة؟ بالضبط. يعني بتقري المرأة بالشعر القديم والمرأة بالشعر الحديث تريها كائن مختلف، كأنه منا هي، كائن ثالث، يعني كأنه واحد ثالث. وهذا شيء طبيعي لأنه اختلفت أول شيء كيف ينظر الرجل إلى المرأة، اختلف من وقتها لهلا. اختلف كيف ينظر المجتمع اللي هو عبارة عن مجموعة أفراد للمرأة، وطبعا اختلفت المرأة بنظرتها إلى ذاتها، إلى نفسها. صارت المرأة حرة. صحيح. أو تكاد تكون حرة، عندها رغبة بالحرية، ترفض القيود، صارت تشارك الرجل، صار جزء من العمل، من الحياة، تجتهد طبعا، وترفض أن تكون بس هيدا الشكل الخارجي. بالضبط. لا بس يعني بالضبط. يعني أنا بعرف كثير نساء يعني لا يرضين أنه الرجل يغزلهم بهذه الطريقة، تبعيد عيونك وشعرك. صحيح. ووجهك مثل القمر، أنه ستوب ستوب، هيدي من زمان. صحيح. هيدي جدتي بالعصر ما بعرف كان فيها، فيك تقلها هيك، بس أنا لا. المرأة هلأ تجتهد وتحقق أحلامها وتصل إلى أعلى المراتب، فتغير كيف بدها تخاطب، يعني كيف يخاطبها الشعراء وكيف يخاطبها المجتمع. فوقتها كانت مرأة واضحة المعالم جسد، وإذا بدهم شوي يغزلوا نفسها وروحها وأخلاقها، بينما هلأ المرأة كأنها دخلت بصلب الحيوات، يعني صارت تدخل بالوطن، تدخل بالسياسة، تدخل بالاقتصاد. قصيدة بطلت مجرد صورة، يعني ممكن أنه الغزل يكون فيها بيقتصر على الشكل الخارجي أو على بس ربطة بأمور معينة كمان، لوركا يمكن بالأمومة أو بس بالحنان. لا، اليوم المرأة فيها تكون حنونة وقوية، فيها تكون حلوة وناجحة وبتعرف تحكي. بالضبط. وفيها يعني هيدي النظرة اليوم هي يمكن يلي تغيرت، وبالتالي تغير طريقة الغزل بالمرأة. بالضبط. وبطلت فقط متلقي، يعني هي عم تسمع، هي تتلقى، صارت هي تصنع الحدث، تصنع. صحيح. القضية، تصنع، تشارك، تغير، تبدل، يعني هي جزء من المشهد، ما لنا حدا تابع وأنه وراء الستار، فطبيعي بده يتغير كيف يخاطبها الرجل، طبيعي. واللي بيخاطبها بالصيغة القديمة بيصير بخارج الزمن، يعني إيه؟ فبيبقى وحيد وما بيجذب ولا أي مرة. هلأ طبعا الكثير من الشعراء بالعصر الحديث خاطبوا المرأة بطرق مختلفة. هلأ ما حنقدر نضوع كل هذه الشعراء، ولكن أنا اخترت كم شاعر، عدد من الشعراء قليل، رح حاول بلش شاعر ولا شاعر عشان نخلص عبكير. بدأت زينة بنزار قباني. نزار قباني اللي هو يعني كرس وقته وجهده وشعره ومواضيعه وأفكاره وهمومه عن هذا الكائن الذي يسمى المرأة،
فهو سمي من خلال شو عمل، من خلال شو كتب بشاعر المرأة، سمي يعني زرق بني بشاعر المرأة، شبهها بالبلدان بالمدن بالأشياء بالحياة بالمشاعر شبهها بكل شيء، يعني أنث نزار إباني أنث كل الأشياء، عرفت كيف يعني حلو. حتى ابن عربي بيقول كل شيء لا يؤنث لا يعول عليه. واو. كل شيء لا يؤنث لا يعول عليه. فبرد نزار لما أنه يعني اتهم، أو ما بدنا نقول اتهم، خلص عنوان بهو شاعر المرأة، يقول أنا ما تورطت يوما بمدح ذكور القبيلة، أنا ما تورطت يوما بمدح ذكور القبيلة، ولست أدين لهم بالولاء، ولكنني شاعر تفرغ 50 عاما لغزل النساء. فجاء شاعر فكان جريئا ومباشرا ومصرا على ما يقول، وجرأته فاقت تقبل المجتمع لما يقول بوقته، كان عم بيحكي شيء متقدم عما يقبل المجتمع، المجتمع الحديث بسوريا إن كان ببلده ولا بالعالم العربي. المرأة بشعر نزار إباني بمطرح كانت مرأة من لحم ودم وجسد ومشاعر وعاطفة ومحتاجة لهذا العناق، وبمطرح تاني كان في وصف عن المرأة رمزي، يعني من خلال ما يقول يرمز ليصل إلى فكرة أبعد من فكرة الجسد، يعني مثل نوع من رسالة كانت تكون يعني من خلال الشعر للمرأة. بالضبط. فهنا مظبوط. فبالطريقة الأولى حرر، يعني بطريقة الشعر المباشر عن الجسد والمرأة، حرر الجسد والفرد والذات، وبالطريقة الثانية حرر طريقة المرأة الرمز، حرر بذلك الآخر وبالتالي المجتمع. فيعني فمشى المجتمع مع شعر نزار كأنه هيك مع بعض، مشوا مع بعض وبلش يتقبل ما يقوله، وتفتح مع تفتح هذا الشعر وجرأته. بدنا يجب أن نشير زينة هون إلى أنه نزار إباني يعني طبعا لم يحصل شعره وهكذا فجأة، يعني هو بسبب كميات من التجارب اللي عاشها شكلت هذه الشخصية القوية التي تبنت قضية المرأة بشتى أشكالها، من ضمنها انتحار أخته الكبيرة وصال، انتحرت لأنها لم تتزوج أو منعت من الزواج بحبيبها، منعوها أهلا من أن تتزوج حبيبها فزوجوها حدا ثاني فانتحرت. فهذا الحدث أثر عليه كثير وشكل الخلفية الرافضة لكل ما يقمع المرأة ومن يقمع المرأة ويكبلها ويسيرها ويقولبها ويؤطرها، رفض. وبشعره منشوف هذا الشيء، هو مع تحرر المرأة كليا من خلال شو هو عاش مع أخته ومن خلال هذا المجتمع، من خلال الظلم يلي كمان كتير بتتعرض له النساء خاصة بالعالم العربي، من وراء أمور بتعرفي أنه بعد فترة معينة يمكن رح تصير أمور بديهية، وصارت يعني بمعظم الأوقات، وكان وقتها دفع ثمنها كتير من النساء غالي حياتهم. يعني بالضبط بالضبط بالضبط. فكيف إذا كانت أخته يعني هالقد حميم هذا الموضوع وقريب، فكأنه انتقم لأخته بأنه دعا المرأة إلى التحرر وإلى الحب وإلى أن تكون مع من تحب بشعره. تداخل الغزل بالحب يعني عند نزار إباني، لم يكن يعني تبتكت بالغزل عند نزار إباني بجوجل تفتش عليه بيطلع لك قصائد الحب، يعني لم يفصل الحب عن الغزل، توحدوا كلهم بقصيدة واحدة. هو يعتقد أنه لم يفعل شيئا للمرأة يا زينة، هو قال أنه حذف اسمها من قائمة الطعام ووضعه في قائمة الأزهار، قال حذفت اسمها من قائمة العقارات والأملاك ووضعته في قائمة الكتب التي تقرأ. يعني هو شو حلو هيدا التشبيه يعني، وهيدي النقله يلي عملها للمراه، قد ايه هي المعنى تبعها كثير كبير، لانه كانت المراه محطوطه بخامه معينه، يعني هو عم مثل عم يعني حطها بمحل كثير ارقى وكثير اجمل، والمكان يلي المفروض لا اصلا تكون فيه المراه. مزبوط، حيث تستحق. مزبوط. صحيح. فهو قال انه انا ما عملت شيء، انا فقط غيرت لها مكانها، هي
هي عندها القيمه وعندها القدسيه كانت وعندها يعني كان التصنيف طبعا. غلط بوضع السيدات بهداك المحل بالضبط، فهو اثر بذلك على المراه فحرضها، واثر بذلك على الرجل يعني وخضوا هيك انه ايها الرجل لا تكن متسلط، لا تكن قوام على المرأة تبعيتك، بالعكس كن صديق وكن عشيق. وهو أيضا جعل من هذه المرأة كائن من لحم ودم وليست فقط هذه جسد. الملكة التي يجب أن يوضع لها تاج. نعم. ولا أحد يعني لوركا كتير حلو ومشاعر. صحيح صحيح كتير حلو هيدا الموضوع، وكتير بعتقد أنه عميق وفي من وراء معاني كتير كبيرة ورسالة كتير كبيرة لكل يمكن المجتمع ولكل الرجال. بتخيل أنه رح نعوز الأسبوع المقبل كرمال نقدر نكمله سوا، على أمل أنه تكوني معي بالستوديو لأنه فقرتك دايما خلص الوقت زينا. نعم خلص الوقت. عن جد؟ ايه يلا معلي حضريهم هيك للاسبوع المقبل نكمل بهيدا الموضوع. سمعتهم قصائد بس ما في مشكلة. نسمعهم الاسبوع المقبل ان الله رد، لانه الموضوع كثير مهم، وبعتقد انه هيدا الموضوع هو كمان تثقيفي لنعرف قد ايه ممكن نظرتنا للمرأة ونظرتنا للمجتمع ممكن تغير تقاليد ومبادئ، وممكن كمان تغير حياة اشخاص نوعا ما ضعف تأثير المجتمع بيكون عليهم قوي خليهم يضعفوا بدل ما يقووا. بقى الشعراء ممكن طبعاً. كمان كتير يكونوا عم بيأدوا انه المجتمع افضل طبعا. طبعا كل فكره تؤثر وتراكم الافكار يؤدي الى تغير نوعي ولو بعد زمان وبعد حين. كنت محضره انا مجموعه من الشعراء، بما انه خلص الوقت نلتقي في الاسبوع القادم طبعا نلتقي بالاسبوع المقبل ان الله رد لوركا مع هيدا الموضوع يلي حلو نكمله كمان ونسمع اهم الشعراء شو حكوا عن المراه. اما هلا مشاهدينا فمننتقل لفقره لنعرف اكثر. لا نعرف أكثر من الشعر للشعر. كنا عم نحكي شعر، هلا عم نحكي شعر. صباح الخير أمال عواد، كيفك اليوم؟ كيفك أنت؟ ماشي الحال. اختصاصية بالشعر المستعار مثل ما كنا عم نشوف بالفيديو. كان سبق وكان عنا حلقة سوا أمال، وحكينا عن أهمية الشعر وبجمال السيدة، وقد ايه اليوم أمال عواد من الأسامي الكبار الموجودين يلي قدروا أنه يغيروا كتير من حياة أشخاص، لأنه منعرف أنه الشعر مش بس منحطه لنكون أوقات عم نغير لوك، أوقات كتير بيكون في سيدات عم يمرقوا بوضع صحي صعب، وانت اليوم بتزينيهم بشعر جديد بترجع بتعطيهم ثقة أكبر بنفسهم. حبيبتي خبرينا اليوم عن شو بدنا نحكي بالشعر. نحن حكينا بالحلقة الماضية عن الست اللي محتاجة لشعر، اللي عندها مشاكل صحية، اللي بتاخد تريتمون مثلا علاج كيميائي صحيح، اللي عندها مشاكل جلدية. هاي حكيناها بالحلقة اللي ماضية. بالنسبة لهاي الحلقة اليوم الباروك لا تغيير اللوك. واو يعني هيدي الموضه اللي كثير رائجه اليوم. أيوة. امال يعني عم نشوف كثير من السيدات عم يعتمدوا البيروك، اوقات كثير يمكن ما على بالهم انه ينزعوا نوعيه شعرهم او انه يعملوا صبغه او انه يحطوا حتى كويكيز او شيء بالشعر، عم يعتمدوا البيروك الكامله. البيروك كثير بتساعد لانه الصبغات انت بتعرفي كثار صبايا وستات عم يحرقوا شعرهم بتغير اللون وتفتيح صحيح. اللون وكذا. نحن مش مضطرين الباروك فيها تغير لوك فيها. إذا حابة اللون الأحمر فيها تلبس باروك حمرة مثلا، لحابة الأشقر فيها تلبس باروك شقرة، إذا حابة مثلا شعرها طويل بدها يكري
بتغير احسن بالتاري. ما تقصه يمكن وتعطى الهم ترجع بعدين تزهق انه قصت أيوة. شعره بتقوم بوضع البيروك بتغير عن طريق البيروك. امال اليوم كثير تطورت البيروك، يعني قبل كنا بس نقول بيروك نقول انه يي انه انا بدي احط بيروك ببين مثل كانه حاطه شيء وبتبين غلط وبتبين منها طبيعيه. اليوم بنشوف انه عند امال في بيروكات ولا ممكن انه يقدر الشخص يعرف انه هيدي اللي حاطينها على الراس بيروك. بدي اقول لك شغله، في ستات بتنقز انه بيروك لا ايه؟ بفكروا انه البيروك بس لانه عندنا مشكله نلبسها صح. لا البيروك بتريح الست، يعني خصوصي اذا الست عندها شغل بتظهر بتسافر، البيروك معين لها. يعني انا بقول بالنسبه لي اذا ما معي بيروك حد على طول حاضره مثل اليتيمه، مثل لانه مننام منقوم شعرنا منه مرتب صح. بالبيروك منقوم ناخذ دوش كذا منحطها ومنمشي، عرفتي؟ يعني حتى اذا مش حابه اليوم مثلا لون شعري حبته غير لون بالبيروك فيني غير لون، حتى يمكن اذا ما في وقت بنقدر نظبط شعرنا البيروك بتكون عم بتغيرنا. كثير سهله وكثير سريعه انه يعني بتخلي الست قديش مستعجله يلا مندبر امورنا ومنمشي، ما بقى تعطى الهم روح عند الحلاق وزبط اموري وزبط حالي. وانت بتعرفي كمان الشغل كثير على الشعر يعني كثير بيجينا مشاكل أكيد. انه متعبين شعرهم بالالوان وبالخبط. البيروك اليوم ممكن تكون البيروك كثير صور امال يلي عم يمرقوا على الشاشه. شوفي هاي الصبيه لون شعرها مثلا اسود، ليكي كيف نغير لها اللوك باللون الثاني، حب اللون الثاني مثلا اللي هو هيدا شعره هيدا شعره اللون الطبيعي وطوله الطبيعي، حبت تعمل هيدا اللون، هيدا اللون ما في تعمله على شعره، قلنا لها ما تعملي على شعرك غيري مثلا بالبيروك، ليكي شو مهضوم طلع عليها، وقت ما بدها بتشيلها، يعني ما بتكون مقيده فيها، اذا ما حبيت مثلا اللون بدي ارجع اصبغ لون ثاني، لا منشيل البيروك وخلص. ونفس الوقت ما بتاذي شعرها لانه الشعر الاسود كثير صعب انك تنتقلي من الاسود للاشقر. ايوه اكيد انه الشعر بينتزع وبيقصف وبيحترق، سو هون بوضع هيدا البيروك بتبين ناتورال، يعني صحيح. ما ببين انه حتى بيروك هون حبت تعملوا شوي كاري ليكي كمان بالبيروك غيرت الكاري عرفتي غيرت من الطويل للكاري حبته كاري. نفس البنت نعم أوكي. غيرت للكاري الاسود حبت يكون لون شعره اسود مثل شعره الاساسي بس قصير. عملته قصير بالكاري شو حلو بالبيروك، لاحظتي شو حلوه مبيا انه حاطه بيروك ما مبيا انه حاطه بيروك. يعني بنصح الستات انه ما يخافوا بس تقولي بيروك، ما يخافوا يقولوا لا بيروك كيف بدي احط بيروك، بالعكس البيروك كثير بتريح. يعني اذا ظهرها من الحمام شعرها مي بتحطها وبتمشي ما هيدا الحلو مزبوط بالبيروك ايه يعني ايه اكيد يعني سريعه بشعريتها. تطورت اليوم امال البيروك، يعني صرنا عم نشوف اليوم خاصه على مواقع التواصل الاجتماعي كثير بيروكات بحطون مع تلزيق من قدام وبقصوا بتكون كانه مثل بصله الشعر، يعني ما ببين الفرق، يعني هو اكثر شيء مزعج هو الفرق بالشعر. نحن بنعتمد على شيء ما ياذي لها جلده راسها وبصله شعرها للست، هيدي اللي عم تحكي عنها اللي بتتلزق. نحن ما ممكن نلزق بيروك لست الا ما تكون بلا شعر بالمره أوكي. يعني بتكون اجتها حاله نفسيه طارئه ما بيعود فيه ولا شعر ولا حاجب ولا رمش ولا شيء، هون ممكن نقدر نلزق لها لانه ما أوكي. في خوف على شعراتها أوكي. لانه اليوم وقت بدك تلزقي لها البيروك على راسها بتسكري لها المسام أوكي. سكر مسام الشعرة خلص يعني بتموت البصلة ما بقى يطلع. نكمل كمان نشوف الصور ونعلق عليهم أيوة. نقدر شوفي هون هيدا البيروك لون أحمر ليكي هيدي الكوب حبت تعمل هاي الكوب مثلا على اللون الأحمر بالبيروك غيرت ليكي شو مهدومة تير. كمان بالأشقر ليكي
يعني شو هول الالوان اصلا صعبين انك تعمليهم على الشعر. ايوه وقت توصل لهيدا اللون يعني كثير الشعر شعرك رح يتعب، بيكون معرض كثير لصبغات رح يتعب. اما البيروك شوفي شو حلو، ونحن بنعتمد ليكي هون كمان اللون الناتورال، شفتي هيدا لون طبيعي فريش يعني لا صبغه ولا حنه، نعتمد اللون الطبيعي لنقدر نغير عليه الوان. شوفي شو مهضومه هاي الكريعه وشها كثير، وطبعا يعني انه اليوم اذا كانت بدها تقص هيدي القصه تعتبر قصير كثير يعني أيوة. يمكن تندم او ترجع أيوة تقول أيوة. انه انا شعرها طويل ما بدها تقصه بتغير بالبيريك. شوفي هون الكاريل اللي هي هلا كثير دارجه اذا ملاحظه بالالوان الامبري يعني شوي هيدا اللون أيوة والاطراف فاتحه يعني كثير مهضومه كثير مطلوبه هالموديل وهاللون. صح البيروك حاضره يعني بتغير فيها وساعه ما بدها اياها بتشيلها. شوفي هون كمان شو مهضوم على الراسين الاسود البيروك، ليكي شو مهضوم عملناها شو طبيعية مبينة فاتح، حبة لون الفاتح عملنا هاللون فاتح الراسين غامقة. شوفي شو مهضومة بتقولي هيدي بيروك أبدا حطتها. يمكن كمان اعتماد اللون الأسود من فوق البدنة الغامق أيوة. يعني بخليها تعطي طبيعي شكل إيد هون شكل ايد اللي هو شعره ببين لحظه فروه راسها مبينه ببين كانه جلده الراس طبيعيه منشان هيك يعني كثير دقيقين انه تبين البيروك طبيعيه يعني ما تبين على مرأة العالم صح ويمكن هيدا اكثر شيء بخوف السيدات اليوم بس بالعكس عندنا ما في شيء بخوف امال شوفي هون شعرها شوي خفيف حبه التقله فيها التقله بهيدي القطعه بدون ما تحط كذا قطعه براسها فيها بهي القطعه بتحطها من فوق لاحظي كيف نحط لها اياها اوكي شوفي بنحطها بهالطريقه ومنغطيها بشعرها من قدام عملت لها فوليوم من ورا بدون تنفيش شعر وتقطي الشعر على طول تنفش بذات الوقت عبت شعرها وعملت فوليوم من يعني البروفيل هو هولي اجمل قطع امال يعني ممكن الشخص يحطهم بشعره عبت شعرها وعملت الفوليوم وباي تسريحه فيها تعمل بأسهل ما يكون هي بالبيت مش عايزة حدا لكن ما أهدمها شوفي هون حبة تطول شعرها عم بتطول شعرها لاحظي حطت الإكستنشن هاي بتنشال وبتنحط أوكي. لاحظي طولته ورجعت حطت القطعة الثالثة لاحظي واو. اللي هي هاي اللي تعمل لها بومبي من ورا يعني حبة التقلون وتعمل بومبي من ورا فوليوم حلوة ياي روعة هيدولي شفتي شو مهدوم يعني بثواني بالبيت تقدر ترتب أمورها حطت ثلاث قطع بشعرها أيوة. ومثل ما حسينا بتحسيهم انه خفيف التقل تبعهم من كثير هينين هاو كليبسات بتشيلهم وبتحطهم هن القطع زيتون اذا حبت تثبتهم بشعرها فينا نثبت ليهم حلوين يعني كثير يعني كان بالرينجز او بالخياطه اللي بدها اياه بنثبته يعني اليوم عن جد امال عم نشوف قد ايه يمكن البيروك او الاكستنشنز الكليبسات ممكن يمكن البيروك اكثر من خاف منا انه بنعطى الهم بنقول انه نحن رح نبين حاطين بيروك وهذا الشيء ما بحبه عاده سيده شفنا قد ايه بالفيديو البيروكات اللي عندك هالقد طبيعيه وهالقد أيوة. حتى الـ يعني فروة الراس مشغولة بطريقة مخيطة كأنه فروة الرأس الطبيعية البيروك اللي كنت لابستها أنا هديك اليوم إذا لاحظت صح شفت البيروك كانت مبينة بيروك أبدا يعني المشاهدين شافوا على يعني بثواني صحيح يعني صحيح. ما تعطى الهم الست إنه كيف بدي ألبسها وكيف بدي عرفتي كثير هينة بالعكس يعني معك أمال عواد اختصاصية بالشعر المستعار هيك عم نتعرف على أجمل وأحلى التسريحات الشعر اللي ممكن نعملها ببيوتنا بطريقة كتير سهلة ونغير لوكيتنا من دون ما ندق بشعرنا الطبيعي أنا بدي أتشكرك كتير على كل هالصور والمعلومات الحلوة اللي عطتينا إياها بشكر كله النيو تي في مرسي أمال إن شاء الله منشوفك بحلقات لاحقة أما هلأ مشاهدينا فمننتقل لفقرة هو موسيقى
فقرة هو هيدي الفقرة كمان الأسبوعية يلي بكون معي مو خضرة يلي أنا بحبه كتير وبحب هيدي الفقرة لأنه هيك غريبة عجيبة دايما مواضيعنا ما بتشبه حدا. بونجور بعدنا عم عيط لمعن. بونجور مو. صباح الخير زينب، كيف صحتك؟ منيحة ماشي الحال وأنت؟ في ضريبة الواحد بيدفعها لأنه بيكون هالقد محبوب. أنا رح أسوي لك شمعة على الهواء ونقيتها على لون تيابك. ميرسي ميرسي مو. عايدك زينة، يلا إذا بتنفخيها من عندك يلا يلا أوكي ها؟ يلا. ينعاد عليك زينة، وأنا كنت بدي أقول لك شغلة يعني نقلك كثير بعرف استحيتي، بس انا من الاشخاص اللي كمان كنت احضرك بفقره الموضه. كثير تاثرت لما شفت هيدي الصبيه الام اللبنانيه يلي قدرت نزلت على الارض باربع عقاب، غطت وجع العالم بهالقد عفويه وبهالقد صدق. سبحان الله، الانسان اللي نفسيته حلوه ببين لو ما كنت بعرفك بالشخصي، بس هيدي شغله انت عن جد بتعكسيها، و I'm so proud انه انت لبنانيه وبتمثلينا. ميرسي مو عن جد، انه حكيك وكلامك يعني شو بدي اقول لك، بتشكرك كثير على كل كلمه قلت لي اياها. وانا يعني بعرف انه يمكن الظرف اللي نزلت فيه على الارض كان كثير صعب واثر فيي لدرجه كثير كبيره، وبعده لليوم بياثر فيي، وان شاء الله يعني انه نكون دائما عم نأدي هيدي الرساله اللي هي صوت العالم الموجوعه ونضل واقفين حدهم. وميرسي لانه يعني كلامك كثير حلو مو، وهيدا هو الكلام اللي انا عن جد بحب اسمعه عن حالي، وبنبسط بس اعرف انه انا هيك نظرتكم لإلي بقى. ميرسي ميرسي مو. هيدي حقيقة، وانت بتستاهليها كلك ذوق مو. ميرسي ميرسي. اليوم بننتقل هلا على موضوعنا مو، يلي هو هيك بس نقرا العنوان بننقذ شوي، بنقول انه هل يحق للرجال ارتداء التنانير؟ ايه التنورة. التنورة. خبرنا. أنا قلت ما بدي العالم توقع بكرة الصبح تقول هيدا محمد جاي يلبس الرجال تنانير، مش هيدا المقصد ابدا. انما السؤال بيطرح نفسه زينا، نحن موجودين بمجتمع بيفرض علينا قيود. مع الوقت استعملنا الجارمنت او قطعه اللبس لحتى نخلق تفرقه لحتى نميز الذكر عن الانثى، وهذا شيء مش غلط. بس بحب هول المواضيع لانه بخلونا شوي نفكر، يمكن بنلبس القصص اوقات بطريقه عبثيه بدون ما نعرف تاريخها. حلو اوقات نسال حالنا او نطرح هيدي الاسئله. صحيح. ليه نحن بنلبس بنطلون وليه النساء بتلبس تنانير؟ امتى هيدي الفكره انوجدت تاريخيا؟ فبعتقد انه الإجابة عن هذا السؤال is an interesting topic، لأنه بتلاحظي أنه المرأة قدرت تستعير من خزانة الرجل صحيح، بينما العكس نادر وقليل. فهيدا الشيء بحد ذاته أنا بخليني كتير هيك حك راسي فكر، هل هو شيء إيجابي أو سلبي؟ أنا بحسه بمطرح من المطرح بيعزز من وجود المرأة. يمكن عم بربط بشو كنت عم بسمع لوركا عم تحكي، انه قدرت الامرأة بكل قوة وبكل ثقة نفس انها تلبس البدلة، تتخلص من الكورسيه. وطبعا مثلا ديزاينرز مثل كوكو شانيل حرروا الامرأة من انها تكون هالقد مقيدة ومربطة بالثياب. صح، حتى مو أنا مرة كنت عم بعمل موضوع عن الجمب سوت يلي هو السيدات بيلبسوه اليوم كتير، يلي هو أصلا معمول للرجال وكانوا يشتغلون وبعدهم لليوم منشوف بورش العمل على المحطات دايما منشوف الرجل لابس جمب سوت، وهي من هنيك أخذوا الفكرة وعملوها على للنساء، وصار هيدا زي النساء بامتياز يلي بيعطيها لوك كتير حلو.
صح. هلا تاريخيا ورح نشوف عده صور رح تقطع معنا. يلا حنبلش بالصور مو كرمال ما يعني يروح الوقت دهمنا الوقت ونكون ما حكينا عنه. بس خلينا نقول زينا انه تاريخيا فكره التنوره كانت ايتم وغارمنت جندرلس موجوده عند الجنسين، يعني الامراه والرجل كانوا يلبسوها. أوكي. اذا عم نحكي خاصه لما بنرجع لعصر الفراعنه انشيت جريك الرومان اليونانيه سكوتلاند بعدها لليوم موجوده ذا كيلت موجوده طبعا عندنا عند بالعرب ان كان بالجلابيه او بالدشداشه. ف هيدا الفورم هيدا السلوات منه غريب على جسد الرجل، بالعكس لبسه لاسباب براكتيكال لاسباب عمليه. ما بدنا ننسى انه اول شيء تصنيع التنوره سهل لانه هي مثلا هون مثل ما عم نشوف عند الفراعنه هي اتس راب اراوند سكيرت، يعني هي ماشي عم نلفها على الخصر سهل ان نصنعها. صحيح مثل الانفلوب يعني مثل الانفلوب مضبوط بوقت ما كان في خياطه. بس بالاضافه لهيدا الشيء هي عم بتساعدنا كمان وساعدت الرجل بسهوله الحركه، لانه طبعا الرجل كان مشغول كثير بامور لها علاقه بالصيد بالحروب. ذا مان واز ذا هانتر. وحتى النساء بهذيك الفتره كان عندهم هيدي الحريه بالتحرك، فكان ضروري لوجود هيدي قطعه القماش يلي المريحة، يعني المريحة نوعا ما إذا بدنا نقول كانت تعتمد لأنه كانت بتشكل راحة يعني جسدية لا يقدروا الرجال يمكن يكونوا عم بيشاركوا بالحروب أو يكونوا عم بيأمنوا يومياتهم من خلال الصيد وال يعني الطرق البدائية. وهي قطعة عملية يعني مثل ما قلنا إنه it's 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 practical. كمان بدي أذكر شغلة إنه بالسابق ظهور جرين الرجل كان عنصر كتير أساسي لعكس رجوليته وقوته. هيدي شغلة تغيرت اليوم مع الوقت، احنا كرجال ما هالقد منبين جرينا، بينما بالسابق الرجل كانت عنصر قوة، كانت تفرجي عن قد هو محارب أو صياد ماهر. اللي صار مع الوقت انه لما بلشت الحروب تنوجد على هالكره الارضيه طبعا الرجل اضطر انه يكون عم يركب الخيل. هيدي الاكشن اللي بلش ظهورها يتواجد خلقت فكره البنطلون، لانه صار بده الرجل شغله اكثر عمليه. هون يمكن صارت النقله النوعيه عند الرجال من التنوره للبنطلون بسبب ركوب الخيل. صح، وهون انطلب شوي من النساء انه تاخذ دور مختلف، بينما الرجل هو يمكن عم بيقود حروب واكثر موجود بالميدان، انطلب من المراه لا تكون بإطار عمل مختلف، بلشت تهتم شوي ببيتها. مع ظهور الأديان كمان بتحس إنه صار في حاجة لأنه نميز الرجل عن المرأة، مع إنه هي فكرة هيدي القماش المربوطة ما بتقلل من ذكوريتنا أو بتزيد من أنوثة الإمرأة، لأنه هي بالنهاية لما بتنشد على الخصر تلقائياً عم تعكس جسم الرجل وبالتالي كمان جسم المرأة. يعني بالسابق ما كانوا بحاجه ل garment يعني هالقد تميز او تعكس من الرجل ومن الامراه، بالعكس هي كانت بافعالهم بحياتهم اليوميه. اليوم بعصرنا تستعمل السكيرت كفاشن ستيتمنت. حسينا كثير بالستينات انه الهيبيز رجعوا للجوء للتنوره لانه كان بدهم فاشن ستيتمنت قويه، كان على بالهم يفرجوا نوع من التمرد. يعني اليوم انا لما بشوف رجال خارج الاطار الهيريتج او الزي الرسمي ايه انه زي التقليدي وقت يكون هو مقرر انه يعتمد هيدا اللوك ان كان مثلا على كات ووك او على الفستيفال او السجاده الحمراء بشي محل بتحس انه غريب يعني لا بنحس انه غريب عم يعطي فاشن ستيتمنت كثير قويه عم يعكس تمرد عم بيقول للمجتمع انه انا برفض هيدي القيود مثل ما لبسوها رجال قبلي ما في مانع انه انا اليوم بكون
عم بلبسها. هلا ما بعرف، انا شخصيا ما بعتقد بتجرأ، ف ما بعرف اذا انا بحب اعمل فاشن ستيتمنت هالقد قوي باي 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 اوكيشن. بس ما في انكر انه اوقات لما بشوفها انا ومسافر بتجذبني اذا ملبوسه صح. يعني اذا السكوتش كيلت انا بلاقيها كثير حلوه من اسكتلندا، يعني اذا لبست مع بليزر مع بوتس حلوين انا ما بتزعجني، يعني ما بلاقيها فيجولي مزعجة للنظر، يمكن ما بتلاقيها مزعجة، بس انت يمكن ما بت يعني ما بتتقبل انه انت يمكن تقوم بهيدا الشيء. يعني ما بحب اعمل فاشن ستيتمنت كثير قويه، لانه بحس اليوم بهيدا الوقت رح تلفت كثير انتباه، صح، ورح يكون في انتقادات يمكن معينه. وانا بحس انه الاشخاص اللي بيعتمدوا هيدا الشيء بيكونوا على بالهم يعملوا نوع من تغيير، يعني في انتنشن اليوم لتغيير معين بالعالم اكثر من انه هو بس ستيتمنت، او انه شخص عم بي سوري انه كمان يعني مثلا عم بيعيد تقليد معين كان موجود سابقا. لا، اليوم نعرف شوي شو هو النيه اذا بدك من وراها، وفي عالم بتأيد هيدا الشيء وفي عالم لا. صح. هلا ما فينا كمان ننكر انه السينما كان لها تاثير كثير كبير على اعاده طرح هاي، صحيح، بهذا الموضوع مثل Brave Heart، The Gladiator. صحيح. رجعنا شفنا الرجل لابس التنوره، لابس هيدي الجارمنت، انما كمان برجع بقول باطار يمكن حربي. صح، بإطار صورة الرجل القوي يلي عم يلبس هيدا الزي اللي بتتقبل تشوفه لأنه بالحرب، وأنت هول الصور عايدين علينا، يعني مش بيكون هو عم يثبت شيء، كأنه عم بيوازي المرأة فيه. يعني مو موضوع كتير حلو وموضوع كتير مهم، وبعتقد أنه دايما أنت مواضيعك هيك عندها أهمية كبيرة وفي من وراها رسالة كتير كبيرة. بقى طبعا نحن مع الحرية الشخصية لكل إنسان يلبس اللي بده إياه ويعمل يلي بيريحه. بس اليوم عرفنا أكثر أنه التنورة عند الرجال عندها إذا بدنا نقول هو زي تقليد تاريخي. شكرا لك مو، وأنا بشوفك إن الله رد الأسبوع المقبل مع موضوع جديد مثل ما عودتنا. أما هلأ مشاهدينا فبنتوقف مع بريك ومنكمل من بعده. مشاهدينا بنوصل لفقرة اقتصاد اليوم معي ماري جو سمنة أبي نادر. صباح الخير. صباح النور، زينة، شو الأخبار؟ كيفك اليوم؟ اليوم لبسين أنا وياك زيت الألوان. هلا إنه نحن حكينا سوا يعني. صباح ماري جو، كل شيء منيح. بشكر الله. اليوم ماري جو بنحكي عن موضوع يمكن نحن بفوتنا بأوقات، لأنه بنكون مرئين بوضع صعب مثل جائحة كورونا يلي حلت على العالم. نحن الأشخاص العاديين بناخذها إنه قاعدين بالبيوت وعم نشتغل أونلاين، بالوقت اللي بيكون في ناس عم بخططوا وعم يشتغلوا ليمرقوا عمليات غير شرعية أو أعمال بيقوموا فيها، كيف مثل غسيل الأموال طبعا وتبييض الأموال. هيدي الفترة بتكون هي المناسبة لإلهم، لأنه بكون العالم ملتهي بأشياء بيستفيدوا. خبرينا شوي عن كيف بتصير هيدي العملية مثل بجائحة كورونا. هلا كتير انحكى عن كون جائحة كورونا أثرت على تكاثر عمليات تبييض الأموال. هلا بالوصف يلي بلشتيه اختصرت شوي الوضع، لانه المجرم دائما بيكون اسرع واذكى من غيره، بيكون اسرع واذكى من المشرع، يعني هو بيقوم بالجريمه ويرجع على اساسها المشرع بنص على قانون مشان حمايه العالم من المجرم. وجائحة كورونا فرضت وضع جديد بالكرة الأرضية، جديد على الأشخاص، الأفراد، الشركات، المنظمات والدول. يعني كلنا ارتبكنا بكورونا، بس أكيد عندك المدبر، المخطط، المجرم، هول كلهم عالم بيستفيدوا من حالات جديدة كرمال يطوروا حالهم، كرمال يرجعوا يجددوا نشاطاتهم، يخترعوا أشياء جديدة. ودائما وقت الواحد بيفكر بجريمة تبييض الأموال بده يفكر بجريمة تابعة. وقت نقول جريمة تابعة يعني في جريمة أولى، فجريمة تبييض الأموال ما بتجي لحالها، بده يكون في جرم سبق على أساسه
اجا تبييض اموال مشان ينظفوا هالاموال يلي مصدرها وسخ. صحيح. فوقت اللي منقول تزايد تبييض الاموال نتيجه كورونا بدنا نفكر بالجرم الاول يلي صار يلي انتج اموال واضطروا يرجعوا يفوتوها بالقطاع. يمكن ماري جوي اللي هو كان موجود بالاصل من قبل أكيد. هيدي الجائحه اجت لقوا وين في ثغرات أكيد. يمكن فيها ليحتالوا على الموضوع ويمشوا تبييض الاموال اكيد. يعني حاله جديده استغلوها. هلا كيف هي هيدي الحاله الجديده وكيف تكاثرت؟ علمينا كيف. تفضلي. كيف تكاثرت؟ عندك رح بلش بالجرائم يلي اصلا موجوده يلي هي استغلال الاطفال عبر الانترنت. كل عمره الولد بيقضي نهاره بيروح على المدرسه بيرجع بيتغدى مع العائله بيدرس ساعتين ثلاثه بيرجع بيلعب شوي مع الجيران مع الاصحاب عشية بفوت بيتحمى بيحضر له ساعة تي في ماكسيموم. في أهل بيخلوني يقعدوا على الإنترنت في أهل ما بيخلوني يقعدوا على الإنترنت. صحيح. دونك عند كانت موجودة الجرائم يعني كان يقدر المجرم يوصل لها الولد. بس اليوم كورونا قعدت العالم ببيوتها الأهل طيخلصوا من أولادهم بيقعدون على الإنترنت لأنه هن كمان ما هي جديدة عليهم هن كمان دونك هن قاعدين عم بيشتغلوا بيقطفوا اولادهم على الانترنت. اصلا الدرس صار على الانترنت ما بقى في مدارس ما بقى ممنوع بقى يلعبوا مع اولاد الجيران لانه بركه الوسيله الوحيده اللي انوجدت بهيدي الفتره للاسف هي كانت هيدي الايباد. صح. اللي الولد عم بيقضي عليها معظم وقته. صح. وما فيك تقولي له شيء لانه ما في حل ثاني لا في يروح عند اصحابه. صح. ولا في غيره بس انت عندك اكسس وعم بيعمل على الايباد لا. اذا عم بيدرس صح اذا عم بيدرس ولا قاعد على الانترنت. سو زادت قعده الاولاد على الانترنت زادت الجرائم تجاه الأولاد عبر الإنترنت. هيدي نوع من الجرائم. في عندك نوع تاني من الجرائم يلي هو جرائم الإنترنت يلي يعني سايبر كرايمز. كانوا قبل يفوتوا على شخص يعملوا لك هاكينج للإيميل يفوتوا يقولوا لك هاي زينة دايما بيسموك بالاسم هاي زينة أنا بعرف أنه أنت بتشتغلي بالبنك الفلاني عندي صور حميمة جدا لقليك وأكيد أنت مش حابة أنه وزعها على زملائك بالشغل مشان هيك حولي لي هيدا المبلغ بالبيتكوين أو حولي لي هيدا المبلغ بالدولار فأنت بترتبكي وبتبعطي هيدا الأماونت. اليوم صار عندهم طريقة تانية بيقولوا لك هاي زينة وهيدي جرائم فعلا صارت أنا بعرف أنت وين عايشة وبعرف عائلتك وين عايشة تفضلي حولي لي هذا الأماونت أحلى ما أبعت الشخص الفلاني يعديكم بالكورونا. ولا دونك اخترعوا هاي دولة جرائم موجودة بس reinvented يعني رجعوا جددوا حالهم. في جرائم أخرى صارت مباشرة إلى علاقة بكورونا يلي هي مثلا الجرائم المتعلقة بالأدوات الطبية. يعني رح أعطي مثل كيس ستادي صار على ألمانيا وقت اللي أعلنوا بمارس 2020 أنه كورونا هي جائحة أنه وباء كورونا هو جائحة ارتبكت كل السلطات العالم بدون يحموا مواطنينهم. دونك ألمانيا ركضت تجيب فيس ماسكس بقيمة 15 مليون يورو بما أنه المزود الشرعي والعادي لألمانيا كان كمان مضغوط وما عنده ما قادر يأمن الكمية ما عنده ما بيقدر منهم معودين لا يلبوا بهيدي الأرقام ولا أصلاً لهم حاجة كانوا يلبوا بهيدي الأرقام عداك عن أنه كذا دولة ممكن كانت تكون عم تتواصل معه. لجأت ألمانيا لشركة بهامبورغ وشركة تانية بزوريك. هيدول الشركتين ما قدروا يوفروا لها إلا 10 مليون ماسك دونك وجهوها على شركة أخرى بإسبانيا. تبين بالآخر أنه هيدي الشركة كانت شركة وهمية ودفعت السلطات الألمانية يعني مليون وخمسمائة ألف دولار من بعدها 800 ألف دولار على شركة وهمية. يعني صار في هيدا نوع من الجرائم يلي ما كان موجود من وراء الارتباك من وراء الضياع من وراء الضغط الزائد عداك عن الجرائم مثلا يلي صارت بالمعدات الطبية ببيعوك ريسبيريترز يعني آلات تنفس
غير مرخصة، مثلا مستشفى بتطلب عدد كبير من آلات التنفس، هولي كلهم ما كانوا موجودين، ما كان عندهم هيدا الضغط. صح، ويمكن قد ما في دول ماري جو بنعرف انه صار في اعداد هائلة من المرضى اللي عم يتوجهوا على المستشفيات، مستشفى صح. يمكن ما عادت كتير عم بتدقق بمين عم يبعث هيدول الادوات وكيف وصلوا، اذا الطريقة صح. شرعية ولا لا، لانه كانت بحاجة لتخلص ارواح موجودة عندها، وهيدا الشيء استغلوه مبيضي الاموال. وبعد في اشياء تانية رح اعطيك بعد مثال بيسموه هذا investment fraud، يعني تزوير بالinvestment بالاستثمار. في شركة تدعي انه هي عم تستثمر بشركة اخترعت دواء عجائبي لكورونا، وتم التمويل من، يعني هي بتدعي بتزعم انه قدرت تستحصل على 10 مليار دولار من دولة الإمارات، وبتروح بتتصيد هالأشخاص يلي بتعرفهم أثرياء، بتقولهم أنه أوريدي استثمرت معي دولة الإمارات، تفضلوا استثمروا معي، قدرت حصلت 8 مليون دولار من أفراد، وتبين لاحقاً أنه هول الأموال تم سحبهم تاني نهار من دخول الأموال على الشركة، كمان تبين أنها شركة وهمية. يعني هيدا الضعف تبع العالم، الوجع، الخوف، وهالهلع وهالجديد يلي كان موجود، خلى المجرمين يبتكروا أكتر وأكتر مشان يقترفوا جرائم، وبنتيجتها يرجعوا إعادة إدخال الأموال على القطاع المصرفي، هيدا يلي نحن بنسميه تبييض أموال. فها هي العلاقة بين كورونا وبين تزايد عمليات تبييض الأموال. بعد بدي بس خبر عن كيس تادي صار بالبرازيل. أوكي. البرازيل يلي هو أصلاً معروف أنه بلد فالت شوي نوعاً ما، يعني الأمن فيه، من أبريل 2020 لنوفمبر 2020، يعني بظرف 7 أشهر كان في عمليات تبييض أموال بدولة ب 17 دولة بالبرازيل بقيمة 360 مليون دولار. هيدا أمر غير مسبوق، هول الأرقام كتير عالية. كان في تم من خلالهم توقيف 133 شخص فقط لا تبييض الأموال. الجرائم يلي كانت داخلة بهول العمليات هن بيع أدوات غير مرخصة، مستلزمات طبية غير مرخصة، اختلاس أموال كانت عائدة لمحاربة جائحة كورونا بالبرازيل، أخذون تم اختلاسهم، زوروا وغيروا ولعبوا بكونتراتات إلى علاقة بالتنظيفات، لأنه كان في موجة تنظيف ما بحياتنا شفناها، تنظيف وتعقيم. فهول الكونتراتات كمان نلعب فيهم، عملوا ضخموا كونترايات كمان إلى علاقة بالمعدات الطبية، يعني يلعبوا بأرقامهم. فهول الأمور كلها هي جرائم، وعلى أساسها بدك ترجع تفوتي هالمصاري بالبانكينج سيكتور. يعني هون مريجو عم تخذينا على شيء عن جد موضوع كتير مهم، قدي نحن أوقات والعالم بس يجي شيء جديد غير متوقع وغير يمكن مش متعودين عليه ولا مرة قطع، نعرف أنه في ناس يمكن نحن بريئين نوعا ما بناخذهم بطريقة أنه إيه، وعم يعملوا مستلزمات طبية وعم يعملوا ماسكات وعم يعملوا كفوف وهيك، بالوقت اللي هن بيكونوا عم يستغلوا هيدا الوضع ليبيضوا أموالهم. يعني نيالي اللي عندهم دولة ممكن تقدر اخر شيء تقدر تفضحهم وتقدر تقمعهم وطبعا ينالوا جزائهم، لان احنا اكيد عنا ماشي هذا الشيء وما من معه خبر للاسف. ماري جو سمنه ميرسي لك، بشوفك ان على رد بحلقات لاحقه، وهيك بكونوا خلصوا فقراتنا من صباح اليوم، وهلا بننتقل للموجز مع الزميله لارا منيف.